أهلا بكم من جديد مشاهدينا في متابعة هذا النهار الطويل من الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. ويستعدني أن أستضيف المحلل السياسي والكاتب السياسي الأستاذ حسن الدر. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. رح نتشارك اليوم هذه الحلقة والتغطية من الاستشارات النيابية غير الملزمة، ولكن يعني خليني بلش معك بالسؤال الأبرز لأنه علق عليه الضيف اللي سبقك الأستاذ محمد بركات. اليوم الأجواء اللي نقلت عن الثنائي الشيعي على صفحات جريدة الأخبار، هل نحن أمام فعليا خلاف ما بين الثنائي الشيعي؟ خلاف على ماذا؟ أول شيء مساء الخير إليك وللمشاهدين الكرام. أهلا. قريت لي يعني اللي عم تشيري له بجريدة الأخبار، هو دائما الهدف محاولة تبرئة العهد مما وقع فيه لبنان من الأخطاء السياسية الجسيمة اللي ارتكبها العهد. حزب الله عم ببرئه؟ لا، عم بحكي عن مصادر قريبة من حزب الله. يعني هل حزب الله عم بيتحامل على الرئيس بري؟ هذا تحليل تتبناه الجريدة ومش حزب الله. وبالدليل أنه ما في أي تباين بين حزب الله وحركة أمل بأي ملف، على الأقل الملفات الكبرى، بلش من الحكومة للانتخاب، يعني بلش من الانتخابات لانتخابات رئاسة المجلس، نيابة رئاسة المجلس والحكومة اليوم، وكل هذا الجو العام ما في ابدا اي تباين بوجهات النظر. بالعكس، في تفاهم كبير على كل الخطوط العامه والاساسيه اللي لها علاقه باداره البلد، وايضا الامور الاستراتيجيه الكبرى ما في حاجه الى التاكيد دائما على انه ما بين حركه امل وحزب الله هو يتخطى مساله التحالف الى نوع من التكامل. ولكن اذا بنقرا المقال من اوله لاخره، هدفه انه يعني انحكى عن شبه اجماع عالمي وعربي وبعض الداخلي من ضمنهم الرئيس نبيه بري من اجل افشال العهد. نعم. وتمديد الفوضى الى نهايه العهد. يعني العالم هلا ترك اوكرانيا ومساله اوكرانيا وايضا الملف النووي الايراني وترسيم الحدود البحريه، وهمه افشال العهد اللي هو بالاساس مفشل نفسه بنفسه، يعني مش بحاجه الى كل هذا التكتلات العالميه والاقليميه والمحليه. فلا، هذا المقال بعتقد انه لو ما تحكي فيه الرد عليه مش 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 مستاهل الرد عليه، لانه للاسف انه بعد في حدا بيحاول يذر الرماد في العيون الى هذا الحد. اليوم في بلش بالاستشارات، عهد على نهايته يحتاج الى انجاز ان كان داخلي او على الحدود البحريه على سبيل المثال. بنشوف لا ينتخب رئيس مجلس نواب، يعني الكتله المحسوبه على العهد، لا يسمي رئيس للحكومه، وايضا يقول انه لن يشارك في الحكومه. المفترض لو كان هذا العهد عن جد حريص على نفسه بالاول وعلى صورته وعلى نهايته المتوقعه اللي هي بلشت من بدايته شفناها ووصلنا الى هذا المسار، انا بفهم يكون عنده اعتراض على تسميه الرئيس نجيب ميقاتي وهذا حقه. نعم. بس ما بفهم انه ما يسمي شخصيه اخرى. لو كان في عمل جدي سياسي ووطني حقيقي كان يفترض ان يختار شخصيه تتناسب مع توجهاته ويتفق هو وياها على خطه عمل. وشفنا انه الرئيس عون اخر الاستشارات اكثر من اسبوعين، يعني كان في مجال من اجل الاتفاق على شخصيه اخرى غير الرئيس ميقاتي. برجع بقول اذا هن مش عاجبهم حقهم وبيروحوا عند الكتل النيابيه عند حلفائهم، قصدي حليفهم، لانه ما عندهم حلفاء الا حليف واحد، وعند خصومهم بيسوقوا لهذه الشخصيه وبيسوقوا لبرنامج عمل وبيدعوا الاخرين، بمدوا يدهم للاخرين من اجل عن جد تشكيل حكومه تتناسب. وين حاول الوزير جبران باسيل كل الاجواء المحيطه بحزب الله والتيار الوطني الحر كان عم بيقول انه حاول الوزير جبران باسيل عبر الحاج وفيق صفا بانه لا نواف سلام ولا نجيب ميقاتي، خلينا نتفق على شخصيه. يعني الرئيس يعني الوزير باسيل قاصر بالسياسه، بده الحاج وفيق صفا يختار له شخصيه؟ لا، مش يختار له شخصيه، كان عم بجرب يفاوض هو وياه ليوصلوا الى شخصيه ثالثه يتبناها الحزب، ولكن الحزب مصر على نجيب ميقاتي. ها، غير صحيح هذا الكلام، واكيد انه هذا الكلام لا يوجد اصرار بمعنى الاصرار على الرئيس نجيب ميقاتي. اليوم البارز يعني الشخصيه الوحيده، خلينا نقول الوحيده بهالمعنى اللي بدي اقوله بعد شوي، الرئيس نجيب ميقاتي اليوم يمثل شعبيه او يعني تكتل نواب السنه اكثر من 20 نائب تبنوا ترشيح الرئيس ميقاتي. من هذا المنطلق كان تسمية الثنائي حزب الله وحركة أمل الرئيس ميقاتي هو بالآخر ممثل لهذه الطائفة التي تعرضت إلى ما تعرضت إليه من سنوات منذ بدأ العهد على الأقل إلى اليوم. ولكن لو اقترح اسم آخر
وعلى بناء على برنامج عمل واضح، وذهب الوزير باسيل بهذا الاسم إلى حزب الله أو إلى حركة أمل أو إلى بقية الأطراف. ما هو ما سمى حدا، ما هو ما اختار حدا. بالآخر إذا كان الرئيس ميقاتي على الأقل يطمئن السنة، أو على الأقل في إجماع من النواب السنة عليه في هذه الظروف اللي نحن فيها، وهذا العهد يحتاج إلى تكاتف كل الأيدي ويحتاج إلى توافق وإلى حد أدنى من تبريد الأجواء بين كل الطوائف والمكونات اللبنانية. شفنا هذا الموقف السلبي، وشفنا المؤتمر الصحفي أو عفوا المقابلة اللي عملها الوزير باسيل، وكان أكثر هجوم على الرئيس نجيب ميقاتي. فمن هون بدي أقول هذا العهد هو لا يساعد نفسه، وهو لا يمد يده إلى الآخرين، هو بده يضل قاعد يقوس على كل الناس، وبده كل الناس تجي تتعاون معه. من هذا المنطلق قلت أنه ما ورد في الصحيفة وفي هذا المقال هو لا يعدو كونه ذرة ماد في العيون، وأيضا مؤسف أنه صحيفة محترمة ومقروءة ولها وزنة أنه يعني بفضل يروحوا على الخبر الاستقصائي أكثر، أنه شاطرين فيه أكثر من التحليل السياسي. طب بس كمان لا يخفى على أحد محاربة الرئيس نبيه بري لهذا العهد من بدايته وصولا إلى خواتيمه. بآخر اجتماع بعيد الاستقلال كان الرئيس عون والرئيس مئاتي والرئيس بري، وقتها بمبادرة من الرئيس مئاتي بتصور حسب ما بذكر، وكل اللبنانيين بتذكروا كان في قطيعة ما، وراحوا بسيارة واحدة وقعدوا واجتمعوا. الرئيس بري بادر بالكلام إلى الرئيس عون وقال له العهد على نهايته، ولابد بعد كل هذه المسيرة التي حصلت أنه يحصل إنجاز، وأنا بمد إيدي إليك لنعمل إنجاز ما ونطلع بإنجاز يريح الواقع السياسي وقت اللبناني المأزوم، وأيضا العهد الذي لم يسجل إنجاز على مدى 5 سنوات. الرئيس عون أبدى كل ارتياح وكان مرتاح جدا إلى هذا الكلام، وأيضا الرئيس مئاتي. خرج الرئيس بري والرئيس مئاتي، وتاني يوم تغيرت الظروف. بدي أقول هذا ما حاول أن يشيعه التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل دائما، أنه الرئيس نبيه بري هو الذي يحارب العهد، وهو الذي أفشل العهد، وهو الذي عطل كل مشاريع العهد وكل مسيرة العهد. هذا مجرد شماعة لتعليق الفشل عليها. طيب شو كان ولا يجوز بالآخر رواند، عفوا، ما فينا ببداية العهد نقول الرئيس نبيه بري انتهى والرئيس نبيه بري في نهاياته السياسية، كلام جبران باسيل وعبارات لا يليق أن نعيدها من ورائه. وبعد شوي لما نفشل بإدارة البلد نتيجة الكيدية السياسية مع كل الأطراف اللبنانية، نجي نقول الرئيس نبيه بري هو الذي أفشل العهد وهو الذي حارب العهد. يعني بدنا نرسو على بر، ما فينا نعمل بالبداية نقول أنه نحن الأقوياء وجايين نعمل نقصقص جوانح الآخرين، وبس نفشل نقول لا هن الآخرين اللي هن على أساس ضعفاء هن فشلونا. طيب بس شو كان بيقصد الرئيس نبيه بري بالكلام اللي حضرتك هلا عم تقوله انه يعطيه انجاز باخر عهده؟ اي انجاز كان بيقصد؟ طيب شفنا خطه الكهرباء ما قدروا مرقوها، شفنا اصلاحات عديده، موضوع التدقيق الجنائي علقت كثير فتره كبيره بوزاره المال، وسمعنا صوت بعبدة طالع، شفنا الكثير من الخطوات، خطه التعافي، كل المواضيع تم عرقلة. كان بيقصد الرئيس نبيه بري لأنه ما بيشوف الأمور من زوايا ضيقة، شايف الوضع اللبناني كله في أزمة كبيرة وبحاجة إلى من موضوع الكهرباء إلى خطة التعافي الاقتصادي، هلا كانش بعدها مطروحة، ولكن كل الموضوعات اللي كانت مطروحة كان عم بمد إيده للرئيس عون بوجود الرئيس مئاتي، وهذا الرئيس مئاتي شاهد على هذا الكلام. بالآخر وإن كان سيسجل للرئيس عون أو للعهد هذا الإنجاز، بس رح يستفيد إن اللبنانيين. يعني هلا إذا إجت الكهرباء وسجل على عهد الرئيس ميشيل عون انه اجت الكهرباء، انه بقيه الاطراف رح تزعل؟ هل اللي بفكر بهالطريقه بيكون عنده مشكل ايضا بالرؤيه الوطنيه وبطريقه التعاطي؟ ذكرت حضرتك موضوع الكهرباء وخطه الكهرباء، وهالكلام يعني صار ممجوج اذا بدك من 2011 لليوم. ومره سالت بتصور عندك هون انه هل خطه الكهرباء هي بس دار اعمار ولا هي عباره عن خطه شامله وكبيره ووقفت على 50 مليون دولار هي ضمن الانكلودد تي في اي او لا؟ خطة بهذا الحجم توقف على هذا على 50 مليون دولار. طيب شو كان رأي الوزير الحالي فياض بهالموضوع؟ وشفنا آخر مشكلة كانت وآخر مشكل كان بينه وبين الرئيس مئاتي. طيب شفنا آراء الأوروبيين والأمريكيين وكل الجهات الخارجية اللي اجت قدمت عروض موضوع الكهرباء، كلهم قالوا ما في داعي لدير عمار،
وكلهم قالوا تقنيا وعمليا انه الزهراني و سلعاته عفوا على السلعاته نعم. ودارع مار بيكفي لتغذيه لبنان وبيعملوا فائض كهرباء الى لبنان نعم. ولكن للاسف بعد في حدا عم بيقول وقال يعني اذا هو ما قال بالحرف بالحرف الواحد ولكن من هم معه وفي فلكه قالوا انه في معمل في المناطق الشيعيه ومعمل في المناطق السنيه بدنا معمل في المناطق المسيحيه. هذا اللي عم يتصرف بهذه الطريقه عم يدير بلد وهدفه يعمل إنجاز لبلد. طيب بس يمكن بيعتبروا أنه هو الإنجاز الأهم هو تغيير حاكم مصرف لبنان لأنه كمان بيعتبروا أنه حاكم مصرف لبنان عليه مش بس شبهات فساد، كل دول العالم صايرة عم بتطلع ملفات بوجه حاكم مصرف لبنان. اليوم ليه الرئيس بري موقف هذا الملف؟ أنا هلأ بدي أسألك كيف موقف هذا الملف؟ ما بده يطلع اسم بديل عنه من خلال بوزارة المال من وزارة المال. يعني طرحوا نرجع لنفس المبدأ في آليات دستورية بالبلد لتعيين وإقالة أي موظف بالدولة ولا لا؟ صحيح. طيب لما ب 2018 تعين تجدد لرياض سلامة نعم في على صفحة رئيس الجمهورية لليوم على تويتر بوقتها بيعتبر بزف للبنانيين التمديد لرياض سلامة. لما صرنا هلا لا هو مدد له باقتراح من وزير المال مع انه هو بالتويت بيقول انه هو اللي اقترح ومدد له من خارج جدول الاعمال. طيب هل بمجلس الوزراء اللي بيجتمع برئاسه الرئيس عون ويحق للرئيس عون ان يطرح من خارج جدول الاعمال اي قضيه يعني داخليه؟ هل طرح تغيير رياض سلامه وحدا وقف له وقال له لا ونعمل تصويت بمجلس الوزراء ووزراء حركه امل قالوا له لا؟ يعني هذا الكلام الشعبوي دائما اللي بنرفعه والكلام السياسي والشعارات والعناوين البراقه وما بنجي من ترجمه عمليا، ترجم عمليا التمديد لرياض سلامه عبر المؤسسات وعبر مجلس الوزراء الذي يراسه الرئيس عون ومن خارج جدول الاعمال. هل طرح سؤال دائما بكل مره بينسال هذا السؤال الرد، هل طرح عمليا باليه دستوريه تغيير او تبديل او انهاء عمل رياض سلامه وحدا اعترض؟ طب لا بس ما هن مانعين المحاكمه عنه، يعني حتى في اتهامات كثير كبيره للقاضي علي ابراهيم انه هو اللي موقف هذا الملف، ملف محاسبه حاكم مصرف لبنان ب يعني القاضي غادر عمش مصر بتوجيهات من الرئيس نبيه. كيف موقفه يعني؟ يعني لو وقف الملف محاكمه رياض سلامه عند القاضي علي ابراهيم؟ استاذ حسن هيدي الاتهامات سمعناها كثير. من مين؟ سمعناها كثير من الوزير جبران باسيل. بس أوكي. خليني اقول لك من الوزير جبران باسيل، خلينا نعمل استفتاء نشوف قديش في ثقة بما يقوله الوزير جبران باسيل بهذه الاتهامات التي يرفعها دائما من أجل تبرئة نفسه ومن أجل رفع شعارات مثل ما قلت وعناوين براقة ما إلى ترجمة بالسياسة. خلينا نشوف من داخل التيار الوطني الحر نواب ووزراء وفاعلين منشوف رأيهم بالحقيقة وتحت الهواء وفوق الهواء بما يقوله بهذا النهج الذي دمر العهد وصرنا لمطرح. خلينا نعمل أسماء أو عدد شخصيات بلش فيهم التيار الوطني الحر من 2016 على الأقل لليوم، وقديش صار في تسرب من التيار على مستوى قيادي نتيجة هذه السياسات وهذه الاتهامات وهذه الإدارة السيئة للأمور. برجع بقول لما ينجح بمكان هو فقط الإنجاز له، وعندما يفشل هو البريء الوحيد وكل الآخرين هن اللي أفشلوا. طيب اليوم إذا كان هذا الموضوع شرط أساسي لتأليف الحكومة، هل يعني رح يمشي فيه الرئيس بري؟ سمعنا الوزير جبران باسيل من بعبدة من يومين بوقت الاستشارات. ليش حاطين دائما الرئيس بري؟ الرئيس بري عنده كتلة نيابية من 15 نائب، مش هيك؟ مثله مثل التغييريين إذا بدك بعدد النواب. في العهد برئاسة الرئيس ميشيل عون عنده كتلة، هو بيقول الكتلة الأكبر مسيحيا يمكن لبنانيا على مستوى المجلس النيابي من 21 نائب مع التشناق مش هيك؟ نعم. طيب وعندهم حلفاء حليفهم الأساسي حزب الله وعندهم أصدقاء آخرين، لا يعني الرئيس بري هو دائما بده ينحط عنده موضوع تشكيل الحكومة القبول أو غير القبول؟ أنا بقول لك ليه، لأن إذا في حالة اتفقوا الرئيس مئاتي والرئيس عون على تغيير حاكم مصرف لبنان، مين بده يرفع الاسم غير وزارة المال اللي يتفقوا الرئيس بري ما عم يتنازل عنها؟ يتفقوا الرئيس مئاتي والرئيس عون على تغيير رياض سلامة ويعرضوه على اللبنانيين، وبس يطلع الرئيس بري وساعتها بنشوف إذا الرئيس بري عن جد يحمي رياض سلامة أو لا. هن اتفقوا يعني الرئيس بري منعهم؟ برأيك رح يتفقوا؟ هل ممكن الرئيس نجيب ميقاتي؟ هلأ رح نحكي كمان عن باقي الأطراف، هل ممكن الرئيس نجيب ميقاتي يمشي بهذا الشرط الأساسي؟ بدك الحقيقة؟ موضوع رياض سلامة عند أمريكا
وهذا معروف، والرئيس عوني بيعرفه، والرئيس والوزير باسيلي بيعرفه، والكل بيعرفه. إذا الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء، يعني لما شنكر بيحكي عن ضرب النظام المصرفي اللبناني من وقت جمال تراست بنك، ولما يعني كنا نحكيهم على الإعلام يطلعوا يحكوا علينا بمطرح ثاني إنه نحن عم ندعي في حصار على لبنان وعم ندعي في تضييق على لبنان، طلع شنكر قالوا من كم شهر قبل الانتخابات. اليوم النظام المصرفي العالمي كله بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا من روسيا لكل السياق على الأقل من بلشت الحرب الروسية الأوكرانية لليوم. الذي يحمي رياض سلامي والذي يحمي النظام المصرفي على يعني بما تبقى منه اليوم هي الولايات المتحدة الأمريكية. يرفع الغطاء عنه اليوم بكرة بتف، هالموضوع هنيك. طيب يعني بس هذا الكلام ممكن انه يطلع حدا بوجهك من التيار الوطني الحر يقول من خلال كلامك انه الرئيس نبيه بري ايضا يأتمر من الامريكيين مثل ما انتم بتتهموا التغييريين وبتتهموا عقوبات على الوزير علي حسن خليل، واتهم وقتها لما انحطت العقوبات على الوزير باسيل انه هو الرجل الثاني خلينا نقول بعد الرئيس عون، وعلي حسن خليل محافظ الالقاب هو الرجل الثاني بعد الرئيس بري. هل الرئيس بري ياتمر بالامر الامريكي؟ الرئيس بري الذي عانى منه الامريكي ب 2006 ومتذكر الناس كلها يعني من خلال سؤالك لهودي بيحاولوا يحكوا هذا الكلام. واحد المره على الجديد طلع قال انه البعض وشمل من بيناتهم الرئيس بري يخاف على مصالحه من الامريكيين. كان اللبنانيين كلهم، كل لبنان والمقاومة في لبنان وسلاح المقاومة، بأنه بلشت أيضا من هذا السؤال أنه من مقال جريدة الأخبار نعم. كأنه الرئيس نبيه بري يحاول محاصرة حزب الله نعم. بهالمعنى أو تحميله مسؤولية ما يجري، وهالحكي المعيب. ب 2006 لما كانت حرب تموز بثقلها وكان في هذا يعني الحرب الشرسة على لبنان، الذي كان يفاوض الأمريكيين والمفادين الأمريكيين هو الرئيس نبيه بري، والذي قال في نهاية الحرب السيد حسن نصر الله أنه ما فعلته المقاومة 50% وما فعله الرئيس نبيه بري وحده 50%، كل الضغوط التي تعرض لها الرئيس نبيه بري من الأمريكيين لم تجعله يتراجع قيد أنملة، وأنجزنا 17-01 بهذا الأسلوب بهذه الطريقة. هذا الذي كان يفاوض تحت القصف وتحت هدير وأزيز الطيران والرصاص وغيره، ولم يستطع الأمريكي أن يفرض عليه شرطا واحدا. بالعكس، الرئيس نبيه بري كما يقول حمد بن جاسم اللي هو وزير خارجية قطر كان بآخر لحظات عم بيراجع الاتفاق حرف وحرف، مطرح ما فيه حروف ونقاط وفواصل يمكن تغير معاني لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو العدو الإسرائيلي، الرئيس نبيه بري رفضها وعمل الاتفاق النهائي 17-01 بما يضمن مصلحة لبنان والمقاومة وسلاح المقاومة. هذا بهذاك الوقت ما كان عنده خوف وما ضغط وما رضخ للأمريكي. اليوم بده يرضخ للأمريكي بشو يعني؟ وين بيضغط الأمريكي على الرئيس نبيه بري؟ بأي اسم حاكم مصرف لبنان بأي يعني شو بيضغط عليه بشو؟ يعني بيقول بطل يعمل رئيس مجلس النواب مثلا، مثل ما حاربوه بال 2009 السفير الفرنسي والسفير الأمريكي حرب علنية لمنع الرئيس نبيه بري لما كنا بعدنا بأوج 14 أذار و 8 أذار، وكانت معركة السفيرين الأمريكي والفرنسي هي إقصاء الرئيس نبيه بري عن رئاسة مجلس النواب وما استطاعوا. واليوم أيضا واحدة من معاركهم لو ما ينجح 27 نائب شيعي بدعم من حركة أمل وحزب الله كنا رح نشوف معركة أخرى لإقصاء الرئيس نبيه بري. شو بتقدر تعمل معه أمريكا للرئيس نبيه بري؟ مولته مثلا، تمنع عنه تمويل، معطيته سلاح تمنع عنه سلاح، تمنعه يجي رئيس مجلس النواب، بتقدر تعزله من حركة أمل؟ شو بتعمل معه؟ هذا الكلام برجع بقول أنا ما بحب استعمل هالعبارات، بس هذا كلام أكيد مش الكلام اللي عم تنقليه حضرتك. هذه الاتهامات سخيفة. اليوم الرئيس نبيه بري ليس يعني هو رئيس مجلس النواب، ليس بسلطة إجرائية، ليس بسلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية بيد الرئيس ميشيل عون والرئيس نجيب ميقاتي، يتفضلوا يعملوا إجراء لإقالة رياض سلامي، وساعتها بنشوف إذا الرئيس نبيه بري حامل رياض سلامي. هل قد يعني هل قد بسيطة الأمور؟ طيب بس يقال أيضا أنه مع سقوط رياض سلامة سيسقط معه الكثير من رؤوس المنظومة وعلى رأس الرئيس نبيه بري، وهذا رئيس سلامة حامل رئيس نبيه بري ولا العكس؟ حيرونا.
الملفات يعني أنا عم بنقل نظر وجهة نظر التيار الوطني الحر، لأنه كمان من بداية هيدا العهد نحن بنسمعه وأنتم بتعرفوا بيوصلكم هذه الأجواء أنه كلام الرئيس ميشيل عون أمام زواره دايما أنه بدي أحبس الرئيس نبيه بري، بدي أحبس الرئيس سعد الحريري، بدي أحبس النائب وليد جنبلاط، هودي واصلن لكم وهودي أيضا كمان بتعرفون مع سقوط رياض سلامة يسقط الرئيس نبيه بري. نحن تفضلت حكيت عن ملفات مش هيك؟ يعني المقصود من هالكلام انه في ملفات. الوزير النائب السيد حسن فضل الله كان هو الموكل او المولج من قبل حزب الله بموضوع مكافحه الفساد مش هيك؟ وقال في ملفات كثيره بتطار رؤوس كبيره. بدي اذكر من 2007 من وقت كان الرئيس السنيوره رئيس حكومه ل 2016 لوقت إجا الرئيس ميشيل عون على رئاسة الجمهورية ما كان في موازنات مش هيك؟ كان في الصرف على القاعدة الاثني عشر. نعم. مين عمل أول موازنة؟ الوزير علي حسن خليل. مين عمل قطع حسابات لكل الوزارات؟ الوزير علي حسن خليل. وين الملفات؟ بالقضاء. عند مين القضاء؟ عند الرئيس عون والقاضي غادة عون مش هيك؟ طيب ليه ما بروحوا عند هودي الملفات؟ لا برجع للسيد حسن فضل الله بلقاء له على قناة المنار بهذيك الفترة لما حكى عن الملفات شكر الرئيس نبيه بري والوزير علي حسن خليل، لأنه هذه الملفات اللي قال عنها بطال رؤوس كبيرة جابهم من الوزير علي حسن خليل بتسهيل من الرئيس نبيه بري. قصدي أقول هذه الملفات اللي عم تحكي عنها أو اللي عم بيحكوا عنها، الوزير علي حسن خليل وزير المالية هو الوزير اللبناني المالية الوحيد اللي عمل قطع حسابات لكل الوزارات وأودع القضاء اللبناني يتفضلوا يفتحوا ملفات، ولا شاطرين يفتحوا على الهواء معارك وهمية مثل ما بقول لك دائما وشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع ما بتقدم ما بتوصل لمطرح. وهذه اللي وصلت من 70% ب 2005 ما بعرف قديش هلا بداخل الشارع المسيحي حجم تمثيل التيار الوطني الحر بالأصوات التفضيلية عم بحكي. بس عندهم الكتلة الأكبر. بنعرف كيف حضرتك أنت أكثر واحد بتعرف كيف. لا كيف بنعرف كيف يعني بنسمع كمان يعني هيدي الحرب ما بين التيار والقوات مين كتلتنا نحن أكبر ومين كتلتنا نحن أكبر، بس إنه بالنهاية هودي الكتلتين عم يعني ما يشاركوا باستحقاقات أساسية. وهون بدي أفتح هيدا الباب لمقاطعة الموضوع، مقاطعة تسمية أي رئيس مكلف من قبل الكتلتين المسيحيتين. واليوم كان لافت النائب علي حسن خليل قال طلبوا من رئيس الحكومة حفظ التوازنات. هل ترى هناك يعني خوف على التوازنات القائمة بلبنان؟ هل هناك تفريط بهذا الموضوع؟ هل نحن مقبلون على مرحلة التهاب داخلي؟ خلصنا من جهة التيار نيجي لجهة القوات على نفس المبدأ المخدرين او المخدرين ما بعرف شو قاصدين مخدرين او مخدرين هلا بنرجع بس نبلش لا بنفس الطريقه اللي بلشنا. طيب بس قبل ما نفوت بهذا النقاش اكيد رح ننتقل على تكتل وطن الوطن المستقل. لا مرق يعني هو اطلعنا على كيف مفكر يشكل الحكومه مثل ما الكل بيعرف اذا تشكلت هيدي الحكومه عم تتشكل باذن الله يكون في رئيس بآخر شهر تشرين وعهد جديد، وبالتالي هيدي الحكومة جاية على فترة قصيرة. بهمنا من هيدي الحكومة تخفف ضغط الانهيار على العالم، نمرق هالموسم الصيف وموسم السياحي على خير، وأكثر شيء بيزيد من فرص واحتمالات تشكيل الحكومة الجديدة لإتمام الخطط الاقتصادية والقوانين الضرورية اللي يجب أن تأتي من الحكومة نحن معه ونحن رح منسهله. في قوانين اليوم حتجي بتصور في جلسة للجنة المال والموازنة بحضور دولة الرئيس يوم الخميس حتكون لإطلاع المجلس النيابي على الخطة الاقتصادية وخطة التعافي. نحن بدنا نطلع على الخطة مثل ما عرفنا أنه هيدي الخطة فيها كتير مفاجآت إيجابية مش مثل اللي عم يتداول بالإعلام والأمور يلي هيك عم يتم استباء بعض الأمور بهيدي الخطة. نحن حنطلع على خطة الحكومة، حنطلع على كل التفاصيل وبناء عليه
سنبني موقفنا النهائي. أما مش للمشاركة، المشاركة بدنا نشوف شكل الحكومة، شكل الحكومة. بس نحن صراحة إذا وصلنا على خطة، إذا وصلنا على خطة مثل اللي عم يتداول بالسوق، نحن يمكن نوصل لمحل منعة الثقة للحكومة. بس أنا بعرف، بس أنا بعرف انه كل واحد معه فوق رقم معين، انه لا في عم يتداول بخطه لا بتنصف الموظفين بالشان الموظفين بالقطاع العام ولا الموظفين بالقطاع الخاص ولا المودعين. ونحن اي خطه بتكافئ طرف ولا بتحمي حقوق طرف على ظهر طرف اخر، يعني المودعين على طرف الغير مودعين، الموظفين على ظهر المودعين، نحن لن نوافق عليها. نحن بدنا خطة تنصف كل الناس، بدنا خطة تتوزع الخسائر بالتساوي وبشكل عادل، بدنا خطة تحمي الناس الضعفاء واللي اليوم صار جزء كبير منهم هو موظفين القطاع العام. إذا كانت هذه الخطة تتوفر فيها كل هذه الشروط، نحن سنمنح الحكومة الثقة. إذا انعرض علينا المشاركة بحكومة تشبه هذه الحكومة أو باستمرار بعض الوزراء من هذه الحكومة وعلى رأسهم وزراء يلي كانوا يمثلوا التكتل الوطني سابقا واليوم التكتل الوطني المستقل وهم وزراء ناجحين، نحن ما عندنا مشكل. نحن منفتحين على كل السيناريوهات. نحن حكومة 3 شهور، هدفها الأساسي يكون في حكومة تقوم بالإجراءات يلي ما نضيع وقت، ما معنا وقت نضيعه. صحيح يمكن في بعض الناس بيقولوا 3 شهور حرزاني، بقول لبنان ما معه يضيع نهار وقت. لمست تفاؤل الرئيس مئاتي بتشكيل الحكومة، شو هي شكل رح تكون نسخة على الحكومة الحالية؟ أنا بقول نحن موقفنا من حكومة تشبه هذه الحكومة ببعض التعديلات ليس موقف سلبي، لأنه منشوف هذا طرح منطقي بنتيجة الضيق الوقت من هون لا أيلول أو من هون لتشرين. هذا طرح من الطروحات اللي موجودين أمام الرئيس مئاتي على الطاولة. أكيد بغض النظر ولكن المشاركة يفترض هلأ يعني جد هيدي مش أولوية. عم بحكي بكل صراحة، اليوم أولويتنا وتطلعاتنا بعيد كل البعد عن المشاركة أو عدم المشاركة. برجع أقول يمكن تكون حكومة مصغرة من ناس معينة ما ينطرح فيها المشاركة على حدا، وإذا كانت حكومة شبيهة بالحكومة القائمة مع تعديل بعض الأسامي فبحكم مثل ما بيقولوا ساعتها يعني حكم الأمر الواقع حنكون مشاركين. ونحن مش رافضين المشاركة ولا طالبين المشاركة. رئيس الجمهورية هل سليمان فرنجيني هو المؤهل لرئيس الجمهورية في ظل التطورات؟ لا هيك 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 هيك. أول شيء يعني كلمة الأهلية ما بتصور هي كلمة صحيحة، يعني في كتير مرشحين والظروف الدولية والعربية. نحن أكيد يمكن سليمان فرنجي بالنسبة لألنا، لا بدك تسأله هو إذا مرشح ولا مش مرشح، بالنسبة لألنا هو مرشح هذا التكتل النيابي. نحن بنعتبر أنه نحن عندنا مشروع سياسي، في مشروع اقتصادي، مشروع إنقاذي، سليمان فرنجي ممكن أنه يحمله، وبالتالي نحن عندنا رؤية واضحة للمرحلة السياسية اللي جاية. إذا كان في رئيس جمهورية مع حكومة مع خطة تعافي ممكن ننقذ هذا البلد ونروح فيه لبر الأمان. هلأ في بعض الأفريقاء التانيين ما بعرف لأيمتى مخبيين هالأسامي والمفاجآت. أنا بقول الشعب ما بقى يحمل مفاجآت، ما بقى يحمل تعطيل، ما بقى يحمل تعطيل، ما بقى يحمل تعطيل. يلي ما بده سليمان فرنجي أو ما بده أي مرشح يتفضل يطرح المرشح البديل. الورقة البيضاء أو التعطيل أو نية التعطيل أو اللا قرار هو ليس حل لأحد وليس حل للبنان، وحتما مش حل للأزمة الاقتصادية والمعيشية اللي عم نعيشها. هل هناك من يسعى بالحصول على حصة وازنة لهي الحكومة تحسبا لحصول فراغ رئاسة برأيك؟ وهل حاسبين عن الحساب أنتم بالطروحات هذا إذا كان هذا هدف بعض القوى السياسية تصور لازم يتراجعوا عنه، لأنه هذا الهدف حيوصل إلى اللاحكومة وأي حكومة من هالنوع يمكن نحن منفضل ما نكون مشاركين فيها. لا لا
لا لا لا ما طلبنا فيها ولا حكينا بهذا الموضوع. أنا بقول بغض النظر عن وجودنا ولا عدم وجودنا في وزارتين، أنا بقول هن بأولوية الأولويات أكيد الوزراء الأمنية، الوزارات الأمنية الأمن دائما أولوية، ولكن بهذا الظرف يلي عم نعيشه بتصور وزارة الطاقة هي أولوية، ولكن أيضا وهون في تعويل كبير والله يعينه الوزير الحالي يلي هي وزارة التربية، لأنه العالم اليوم عايش على أعصابه وبدنا نلاقي حل بوزارة التربية لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، لأنه في أزمة كبيرة بأقساط المدارس وبافتتاح الموسم الدراسي الجديد يلي واصلين له بأيلول وبتشرين، وفي أزمة كمان يلي عم بيواجهوها الطاقم التعليمي والطاقم التربوي بلبنان يلي ما بتصور قادر يستمر بهذا الشكل. يعني أنا بقول هول وزارتين كتير مهمين، كتير مهمين ما حنطالب فيهم، بس بنتمنى أنه الشخص يلي بده يتولى أي من هول الحقيبتين يكون شخص مناسب لهذه المرحلة، لأنه هول فعلا ملفين دقيقين جدا. بدي أنا مش رئيس حكومة، بس أنا بقول أنه خلص لازم نوصل لمحل ما يكون الطاقة بلا تيار. المهم اللي بيجيب الكهرباء، اللي بيجيب الكهرباء هو الأساسي. اليوم يمكن فريق معين تجرب بهذه الحقيبة لمدة 13 سنة وما أجت الكهرباء. يعني إذا كان في تغيير بهذه الحقيبة خلينا نجرب حدا جديد، يمكن هالجديد ما يتوفق، بس أنا أكون محلهم، أنا بشيل هالمسؤولية عني، لأنه التيار الوطني الحر أصبح يعني لبسته أنه ما خلوهم يجيبوا الكهرباء. أنا بكون مطرحهم نصيحة، زيحوا يفتحوا مجال للآخرين، إذا كان هالملف هالقد صعب غيره ما بطل في زايد عليهم، وإذا كان في حلول الحل للبلد وللشعب اللبناني عن يد مين ما اجى كلنا حنزقف له، كلنا حنكون وراه ونقول له الله يقويك. هلا القوات فيهم وما بدهم، خلصت الانتخابات النيابيه، اجت مرحله جديده اليوم هي مرحله الايفاء بالوعود. هن قالوا اذا بيحققوا نص يلي بدهم اياه حنشوف الدولار عم بينهار، ناطرين يعني. هلا اذا معكم شويه دولار بيعوه ونشتروا لبناني. نحن بهذا الظرف شو عم نقول؟ أولوية هون ولا أولوية هون؟ نحن موقفنا على طول واضح، نحن ضد تثبيت أعراف جديدة وضد إنه أي شخص أو أي مكون لبناني يكون معه وزارة وصفة ثابتة بالعرف لإله. هلا مثل ما بيقولوا بهيدي الحكومة ما بتصور هيدي الأولويات اللي مطروحة على الطاولة الآن. رئيس نجيب معلش، لا حكى السؤال، ليه ما بتطالبوا أنتم بإذا تعبوا أنتم بالطاقة والتربية من أهل، ليه ما بتطالبوا؟ أنا عم أقول لك نحن كتكتل يعني من بعد ما يعني سمعنا بالأخبار واجتمعنا بالرئيس ميقاتي، نحن مش ضد إعادة طرح حكومة شبيهة بالحكومة القائمة من دون أو مع بعض التعديلات الطفيفة. نحن ما فينا نقول نحن عم نسهل تشكيل الحكومة وعم نقول أنه نحن عم نطالب بحقيبة معينة ولا بعدد حقائب معين. بالتالي نحن موقفنا العريض، العنوان العريض هو تسهيل تشكيل حكومة تستمر بضبط الأوضاع، ترويق الأوضاع، ونحن بنعتبر أنه مرحلة التعافي الأساسية حتبدأ بعد العهد وبعد بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد. رئيس ميقاتي متفائل بأنه رح يقدر يشكل؟ هلا الرئيس ميقاتي بعيد عنك بضعة أمتار، هو وطالع من هون بتسألي السؤال لإله. شكرا. كمان هيدا السؤال بدك تسأليه للرئيس ميقاتي. بالوقت الحالي ولا واحد منا بتصور مرشح انه يكون وزير. شو بينطرح علينا بنشوف اذا كان عندنا الاسامي يلي قادرة تقوم بالحمل، واذا كان عندنا اسامي نقدمها لدولة الرئيس نحن نطلع طول متعاونين ومنفتحين ويدنا ممدودة. وشكرا. إذن هذه كانت كلمة النائب توني فرنجية من مجلس النواب باسم التكتل الوطني المستقل. يبدو كانت رايقت له للنائب توني فرنجية وعم بيطرطق على القوات بالعونية، مع أنه هلأ عم بيكون في هيك ربط نزاع بينه، أنه بتشوف أنت الطاقة من دون تيار؟
يعني نصحهم بس انه كمان هلا شايفين التيار الكهربائي بدون طاقه. ما مثل ما قال بالمنطق يعني انه حدا استلم وزاره 13 سنه. طب اذا ما خلوه عن جد مفروض يزيح على جنب يطلع يصارح اللبنانيين انه انا كنت بدي اعمل 1 2 3 وما خلوني. بيفتح فرصه لا اذا هم اللبنانيين بيفتح فرصه مجال لحدا ثاني. نعم هلا الحكي مش هيك، الحكي انه ما بدهم حدا تاني غيرهم. ما هي هي ما عند كل تشكيل حكومه دائما بينصحون وبيرجعوا بيتمسكوا بالطاقه لانه الرئيس بري متمسك بالماليه. رح نرجع نحكي عن القوات الماليه، ما تخاف ما رح ننسى هذا الموضوع. ولكن دائما مرتبطين هودي الحقيبتين مع بعض ونتنازلوا عن الماليه. نحن بنتنازل اول شيء الماليه موضوع مختلف تماما، وبتعرفي حضرتك الماليه لها علاقه بالتوقيع الثالث، لها علاقه بروح الطائف. توقيع الثالث إيه هن مش مقتنعين فيه كمان. هلا مش مهم يقتنعوا هن، المهم في طائفة كبرى في لبنان اسمها الطائفة الشيعية، وهذا النقاش كان دائر بداخل أروقة الطائف حول المالية ولم ينتهي البت نهائيا فيه، ولكن كان إصرار عليه. والسياق التجربة فقط مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري أعطي وزارة المالية وكان هو الوزير. نعم. والكل بيعرفوا هذا. فإذا التجربة العملية من بعد الطائف إلى اليوم تثبت أنه المالية للطائفة الشيعية، فهذه مش للبحث وليست للمقابلة والمقارنة مع أي وزارة أخرى. الكلام بما أنك حضرتك عم تنقلي وجهة نظر التيار الوطني الحر، فلازم أنا أنقل وجهة نظر خصوم التيار الوطني الحر، وأيضا مش بس خصوم، في محبين للتيار الوطني الحر عم يسألوهم لماذا التمسك بوزارة الطاقة مدام عم بتقولوا أنه هناك من يمنعكم من تحقيق هذا الإنجاز، اعطوها لغيركم. إذا عن جد الملف كتير كبير وفي قرار خارجي بمنع التيار الكهربائي من لبنان عن لبنان، فخلي غيركم كمان يتحمل المسؤولية لبين أنه أنتم عن جد بريئين. وإذا الموضوع آخر يعني الموضوع الآخر اللي عم ينطرح، لا هناك صفقات في ملف وزارة الطاقة، هناك مليارات عشرات مليارات الدولارات أهدرت في وزارة الطاقة، والتيار الوطني الحر متمسك بهذه الحقيبة حتى لا تفضح هذه الصفقات. بس هذا رأي موجود وهذا كلام وهذه علامة استفهام كبرى تطرح، ومن بيناتهم الوزير وئام وهاب سأل هذا السؤال لماذا، يعني هو صديق للرئيس عون، هو صديق للتيار الوطني الحر، ويسأل أنه لماذا التمسك بوزارة الطاقة التي أهدر فيها هذا الكم من المليارات ولم يحقق فيها أي إنجاز؟ لأنهم بدون يتمسكوا بأنهم هن يقطفوا هذا الإنجاز اللي أنتم مانعينه. خلص العهد وخلص البلد ورحنا فتنا بجهنم، ما بعرف إذا في بعد جهنم في شيء. خطة كهرباء صار لهم هن من 2010 عم بيحاولوا أنهم يمرقوا مثل خطة السدود المائية والإنجاز الكبير اللي عملوه بالسدود. وين الانجازات اللي صارت؟ يعني حتى الكهرباء عشان بنيجي على غير الكهرباء بوزاره الخارجيه، الانجازات العظيمه اللي انعملت باي مجال بالقضاء؟ لا انتم ضد ما حصل من سياسه بوزاره الخارجيه، ما هي تصب أي منه النادي اللي دعوت روسيا الى الانسحاب فورا من كل هذه السياسه باجمالها كانت بتصب لمصلحه المقاومه وحمد ظهر المقاومه. موضوع المقاومه موضوع ما في الا الموقف من الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي عم نحكي عن اداره وزاره الخارجيه. كل اللبنانيين اللي متابعين بيعرفوا طريقه الاداره داخل الوزاره، الموظفين وايضا كل من ياتي على وزاره الخارجيه من بعد الوزير جبران باسيل، مثل اللي بعد اللي اجوا من بعد. هلا مش قصدي سيء او هين اي وزير اجى، ولكن عم نحكي عن كما تم الإمساك بوزارة الطاقة من خلال الموظفين والمدراء العامين والمفاصل الأساسية فيها، أيضا بوزارة الخارجية وتعيين السفراء والتعيينات اللي حضرتك بتعرفيها، وفاتحين الموضوع مش معي معي ومع غيري بكذا مطرح. فاللي عم بقوله الإدارة وإدارة الملفات اللي توليها بالوزارات التيار الوطني الحر، أنا عم سمي حضرتك متابعة وصحفية صف أول بلبنان، أعطيني وين يعني، خليني إذا بيطلعوا يعملوا جردة حسابات للإنجازات اللي عملوها بلبنان خلال العهد أو من 2005 لليوم من لما بلشوا دخلوا فعليا بالحكم بلبنان، شو هن الإنجازات؟ اللي رح أعطيك آخر واحد اللي هو اليوم بدأ مسار الفعلي بالتدقيق الجنائي. اليوم الوزير جبران باسيل أعلن على عنا من خلال تويت إنه بلش فعليا التدقيق الجنائي. أعطيتك قلت لك إنه اللي بلش بالتدقيق الفعلي هو الوزير علي حسن خليل، وعمل تدقيق جنائي داخلي لكل الوزارات بلبنان، هو وبيفاني المدير العام ألان بيفاني، هو كان مدير عام وزارة المالية. خلينا هلا ما نغوص كثير بهيدي التفاصيل لأن كل الأطراف بتتهم بعضها، وهلا رح نسمع كثير حدة سجالات عشان هيك أنا بحب رد بس التهم وتوضيحها
بالمنطق وبالعقل وبالدليل وبالرقم. نحن نفهم هذا السجال الكبير اللي هو ما رح يعرف يخلص ما بين حركة أمل والتيار الوطني. أنا مش فهمينه بصراحة. هو السجال من تيار الوطن الحر باتجاه كل اللبنانيين. أنا ما بفهم حدا، عفوا يعني بدي أقاطعك، أنا ما بفهم حدا جاي يحكم ووصل على كرسي الرئاسي باتفاق مع التيار المستقبل ومع حزب القوات اللبنانية وبالأساس حليف أساسي لحزب الله، كان في مروحة وطنية شاملة تشمل الدرزي والسني والشيعي والمسيحي وغطاء كامل وطني للرئيس ميشيل عون، والرئيس ميشيل عون بتاريخه بغض النظر من يوافقه على مسيرته التاريخية أو لا يوافقه، ولكن ما في حدا ينكر أنه الرئيس عون موجود في الحياة السياسية اللبنانية بالثمانينات لليوم، بكل هذا الثقل وهذا الدعم وهذا الدفع الداخلي والتعاضد الجميع وصلنا على رئاسة جمهورية وعلى عهد. أول ما وصلنا بلشنا نفكك الحلفاء من القوات للتيار الوطني إلى المستقبل الاشتراكي، وصلنا لمطرح في حليف وحيد عم بيحمل بصدره كل الموبقات اللي حصلت بهذا العهد وعم بيحاول التسكيج على كل مجنوبي ما بيعرفوها يعني ترقيع من وراء العهد. طب هذا الواقع الموجود في حدا ينكره؟ أنا ما بفهم الفكرة أنه كيف بيكون رئيس قوي وعهد قوي ويخاصم شركائه في الوطن بيفتح معارك معه. شو إلى طعمي أنا هلأ كمتابع وكاتب سياسي واللي بدك إياه، شو إلى طعمي في نهايات العهد بعد 4 شهور من العهد أنه افتح معركة مع رئيس مكلف هو الممثل، بديش أقول الوحيد ولكن الأكثر بروزا لطائفة هالقد عم تعاني فيه، شو إله طعمي بالسياسة؟ شو إله طعمي؟ وين بيربح العهد؟ في تقوية أوراق الرئاسية، يعني هيدا كمان موضوع كتير مهم في موضوع فرض شروط ما بين تغيير حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات بتقويله أيضا أوراقه بالمرحلة المقبلة. عارة اللي تعودنا عليه مش بس بلبنان، كل عهد جديد كل فريق سياسي يعني رئيس جديد بيجيب بفريق بالمفاصل الأساسية بالدولة، هو بيختار فريق عمل معه من حاكم مصرف لبنان لقائد جيش لمجلس يعني رئيس مجلس قضاء اعلى الى اخره. فما في حدا بيكون هو معين بال 2018 مجدد لرياض سلامه مثلا، او هو مقترح قائد الجيش بيرجع بيعمل حرب ومعركه ضده، وهو بيختار رئيس مجلس قضاء الاعلى بيرجع بيعمل معركه معه، وباخر ايامه هو وفال العلبات كمان بده ياخذ معه كل هذه التعيينات اللي هي الاساسيه يعني هي المراكز المفصليه لاي حكم اي عهد قادم. طيب اذا تعين هلا حاكم مصرف لبنان مثل ما بده جبران باسي محافظ الالقاب، وقائد جيش مثل ما بده، ومجلس قضاء اعلى مثل ما بده، شو خلنا شو بيجي بيعمل رئيس الجمهوريه اللي بعد؟ طيب هيدي صحيح 3/4 الناس او الافرقاء السياسيين بيحكوا فيها، ولكن اللي ما عم نفهمه طب نحن بنفهم هذا السجال العميق بين حركه امل والتيار الوطني الحر، ولكن ما عم يقدر يدوزن العلاقه الرئيس نبيه بري مع القوات اللبنانيه تحديدا. شو هدف هذا الهجوم الاخير على الرئيس نبيه بري اللي ادى الى رد الوزير السابق علي حسن خليل عليه؟ هلا قبل كمان من ضمن الاتهامات دائما انه في علاقه تحت الطاوله واتفاق تحت الطاوله بين حركه امل والقوات اللبنانيه، كمان هذا بس معزوف التيار الوطني الحر مزبوط بكل المفاصل، ما شفنا هذا يعني انعكاس لهذا الاتفاق لا تحت الطاوله ولا فوق الطاوله، بالعكس كنا عم نشوف الرئيس نبيه بري، عشان نكون كمان واضحين، الرئيس نبيه بري على الاقل من 1992 من لما استلم سدة رئاسة مجلس النواب يمارس الدور الوطني وفق قاعدة لا عداء في الداخل اللبناني، كل اللبنانيين هم شركاء في الوطن، يمكن يكون في خصومة بالسياسة وهذا حق مشروع لأي فريق، والخصم اليوم يمكن بكرة يكون حليفي، الذي أختلف معه اليوم في ملف سياسي معين يمكن يكون بيتفق معه بملف آخر وهكذا. على هذه القاعدة بقدر أن أشوف الرئيس نبيه بري أو حركة أمل وين كانت عم تبني تحالفات أو عم تغير قناعات. هذا المبدأ من 92 لليوم هو هذا المبدأ، نبلش من السبعينات لليوم مع الإمام موسى الصدر، حركة أمل لم تغير أي مبدأ استراتيجي من مبادئها إن كان بالداخل أو بالخارج، والرئيس نبيه بري مكمل لهذه المسيرة. القوات اللبنانية حيث يمكن الالتقاء معهم على ملفات داخلية بإدارة ملفات بالوزارات بالإدارات العامة أينما وجدت، لا حرج ولا مشكلة
ولا عيب ولا تراجع إذا كان الرئيس نبيه بري أو حركة أمل عم بتقول نعم نحن نلتقي مع القوات اللبنانية في هذا الملف مثل ما بنلتقي مع تيار الوطن الحر أو الحزب الاشتراكي أو 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 إلى آخره. الخلاف مع القوات اللبنانية هو خلاف استراتيجي له علاقة بالنظرة إلى لبنان، له علاقة بالنظرة إلى المقاومة وسلاح المقاومة وما إلى ذلك. خليني بس استأذن منك دقيقة للانتقال إلى الاستماع إلى كتلة الكتائب اللبنانية من مجلس النواب. شو الحال؟ أول شيء نحن أبلغنا دولة الرئيس أنه بنوع الحكومات يلي تألفت الحكومة الماضية والجو يلي عم يتألف فيها الحكومات نحن غير معنيين بعملية المشاركة بظل هيدا النوع هيدا من الحكومات، وإنما هيدا الشيء ما بيمنع أنه نحن مندعي لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. أكيد نتمنى كنا تكون حكومة مستقلة، إنما شفنا التوازنات بمجلس النواب. نحن بنحترم الدستور، وعلى اليوم رئيس الحكومة المكلف أنه يشكل بأسرع وقت من دون إبطاء، لأنه البلد ما بقى بينطر. نحن متخوفين جدا من المسار رايحة فيه الأمور، عم نشوف الدولة عم تتحلل قدامنا، ما بقى في حدا بيرد على شيء. نحن بدولة ما فيها موظفين لأنهم أضربين، نحن بدولة ما فيها قضاء لأنهم أضرب، نحن بدولة حتى القوى الأمنية عم بتعاني من قدرة الاستمرار، وهذا تحلل الدولة ما بينطر الأربعة أشهر يلي الكل مراهن أنه ينطرها. عم نشوف نحن بالقوى السياسية كله مراهن أنه القصة للرئاسة وأنه ما في شيء من هلأ للرئاسة، وكله ناطر الرئاسة وكله سنين سنينه على الرئاسة وكله بده يعمل رئيس وبلد ما رح يبقى تيترأسوا عليه. نحن عنا أربعة أشهر ما رح يبقى بلد، إذا استمرينا هيك ما رح يبقى بلد. مشان هيك ضروري يتشكل حكومة، ومش مسموح ينحكى عن انتظار أربعة أشهر ليتشكل حكومة لما بعد انتخابات رئيس الجمهورية. مش مسموح أنه ما نسمي رئيس حكومة، مش مسموح أنه نقبل فكرة أنه ما في حكومة من هلأ لأربعة أشهر، لأنه هيدا عمليا هو اغتيال للشعب اللبناني. نحن كل يوم عم نصرف، مصرف لبنان عم بيصرف 25 مليون دولار كل يوم، كل يوم عم ننطر تيتشكل حكومة، هولي 25 مليون دولار بالناقص من احتياط مصرف لبنان كان ممكن ينصرفوا على الطبابة، على التربية، على الناس، على معيشة الناس، عم بينكبوا بالزبالة لأنه بدنا نحافظ على سعر صرف معين، ولأنه الطبقة السياسية ناطرة أربعة أشهر، ولأنه الأحزاب بدها تعمل رئاسات وكل واحد منهم عنده حساباته، وما حدا عم بيفكر بالشعب اللبناني اللي عم بيموت من الجوع. نحن بنعتبر هيدي جريمة جماعية عم بيرتكبوها القوى السياسية بلبنان بحق الشعب اللبناني هو الانتظار، والمسؤولية منحملها للكتل النيابية، لرئيس الحكومة المكلف، وبالأخص لرئيس الجمهورية يلي كمان نوعا ما بيتحمل مسؤولية مباشرة بالأمور بمسار الأمور مثل ما هي رايحة. انطلاقا من هون نحن مندق ناقوس الخطر، ورح يكون عنا مواقف سريعة لاحقة، لأنه بالنسبة لنا رئيس الحكومة المكلف لازم بعد جمعتين أو جمعة أو جمعتين يقدم تشكيلة، لأنه برجع بكرر ما فينا ننطر أكثر من هيك. بعد جمعتين إذا بده يتكمل العرقلة بده يكون لنا مواقف أخرى، خلي الكل يتحمل مسؤولياته، رئيس حكومة المكلف يتحمل مسؤولياته إذا بده يستمر بالإبقاء على التكليف أو لا، وعلى رئيس الجمهورية أيضا أن يتحمل مسؤوليته إذا بده تبقى الأمور معرقلة بهذا الشكل. فنحن تمام، كل واحد بده يعرقل مسار إعادة الدولة والاهتمام باللبنانيين لازم يتحمل مسؤوليته، إن كان رئيس الحكومة المكلف أو إن كان رئيس جمهورية. سبق وأعلنت أنه لن نشارك بحكومة المحاصصة اللي موجودة، هيدي اللي موجود. نحن نتمنى كنا يكون في حكومة مستقلة على رأس رئيس حكومة مستقل. للأسف كل الكتل النيابية هربت من مسؤولياتها وتركت الأمور إلى بعد أربعة أشهر، والكل لا، نحن سمينا
نحن سمينا وكنا بنتمنى من كل الكتل المعارضة بأن تلتف على هذه التسمية، كما بالأخص أنه هي سمت بالماضي الشخص اللي نحن سميناه. ولو الكل أعاد تسمية نواف سلام كما سبق بالماضي، كنا اليوم أمام حكومة مستقلة عم تتحمل مسؤوليتها بأسرع وقت. انطلاقا من هون الكل بده يعمل حسابات خاصة، انطلاقا من مصالح خاصة يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الشعب اللبناني يلي عم تتدمر حياته كل يوم. انطلاقا من هون نحن كررنا موقفنا اليوم، نحن رح نتابع وما رح نترك الموضوع معه جمعة جمعتين ماشي بالمسار الدستوري. بده يقدم تشكيلته رئيس الحكومة، إذا ما رح تنقبل هيدي التشكيلة وبدها تكمل المماطلة رح يكون لنا موقف آخر. نحن الموقف اللي عنا إياه قلنا اليوم، بعد جمعتين رح يكون عنا موقف آخر بناء على التطورات يلي رح تصير. شكرا، يعطيكم العافية. يعني متفائل رئيس نجيب ميقاتي بتشكيل او انا ما رح احكي باسمه، هو بيحكي عن حاله. نحن منا متفائلين بسبب كل اللي عم نسمعه كل يوم من مواقف سياسيه للمسؤولين السياسيين بالبلد يلي كله عم بيعمل معركه انتخابات رئاسه الجمهوريه بدل ما يكون عم يهتم بالشعب وبالناس اللي عم تموت من الجوع وبالماليه العامه اللي عم تتدمر. واليوم رايحين الشباب يخططوا كيف بدهم يبيعوا الذهبيات يلي هن اخر احتياط للشعب اللبناني، استراتيجي للشعب اللبناني. شكرا، بكره بتسمعي او تنزل على الشارع او شو، بكره بنحكي. اذا هذه كانت كلمه النائب سامي جميل عن كتله الكتائب اللبنانيه. باخر سؤال كان بيت القصيد انه الكل عم يعمل معركه رئاسه جمهوريه، رح نحكي بتفصيله هذا الملف واذا رح يكون في رئيس جمهوريه ام لا، ولكن تلاقيتوا انتوا والكتائب بموضوع الهجوم على القوات وانتقاد القوات مثل ما لاحظت انه عم ينتقد عدم تسميتهم لاي مرشح للتكليف؟ انا وجهه نظري كل واحد ما سمى هرب من المسؤوليه هو خان اللي صوتوا له مين ما كان يكون. ومثل ما كنت مبلش قبل شوي مع الكتائب، مع القوات، مع التيار، مع اي فريق سياسي، اللي بيحكي صح بنقول له عم تحكي صح. واللي بتصرف صح بنقول له عم تتصرف صح. يعني بتوافقوا بهذا الكلام؟ بطبيعه الحال انا مثل ما بلشت عن تيار الوطن الحر، انا ما بفهم ايضا الدكتور سمير جعجع اللي طلع حكى عن نصر كبير بالانتخابات وهو بده فيه بدي انقل بس لزميلتنا ريما حمدان ايضا من مجلس النواب لنقل الاجواء المحيطه بالاستشارات النيابيه غير الملزمه. ريما تفضلي. نعم رواند، يعني كما سمعنا قبل قليل النائب سامي الجميل ختم بقوله أنه غير متفائل شخصيا بتشكيل الحكومة، وأيضا قال الكل يعني يحاول أن يرجئ هذه التشكيلة إلى ما بعد الفراغ الرئاسي على أن تستلم حكومة نجيب ميقاتي الحالية زمام السلطة وتستلم أيضا صلاحيات رئيس الجمهورية. هذا الموقف وإن كان هو لم يقله علنا أو لم تقله علنا معظم الكتل النيابية، ولكن هو الموقف الأساسي أو هو الموقف غير المعلن أو هي الأجواء المحيطة فعلا بهذه الاستشارات النيابية. طبعا يعني هناك عدد من المشاهد. المشهد الأول، هناك بعض الكتل النيابية لا تريد المشاركة، وأيضا اليوم سامي الجميل ألقى الكرة في ملعب الرئيس المكلف، وأيضا كمان وجه رسالة إلى القوات اللبنانية واعتبر أن عدم التسمية هي مؤامرة، وقال لو الجميع التف حول تسمية نواف سلام لكنا سرنا بحكومة جدية، حكومة جديدة وحكومة تغييرية. أيضا بما يخص وبما يحيط موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، هم رافضون للمشاركة بهذه الحكومة، ولكنهم قالوا أنهم سيدعمون تشكيل هذه الحكومة. ولدى سؤالنا عن كيف هو آلية الدعم أو شكل الدعم، تقول مصادر التقدم الاشتراكي أنهم يمكن أن يشاركوا كما شاركوا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية وهي حكومة تصريف أعمال بوزير، كما هو الحال مع وزير التربية عباس الحلبي، أي أن يكون خارج هذا التكتل. أما بالنسبة لفصل النيابة عن الوزارة، معظم الكتل النيابية لا تطرح أعضاء
أعضائها كوزراء، وهم يقولون أو ربما يريدون من يريد المشاركة في هذه الحكومة ولا سيما النواب الشمال المستقلون الاعتدال الوطني، وهم يمكن القول قدامى تيار المستقبل بالإضافة إلى نواب الشمال المستقلون. كان ربما سقف مطالب هذه الكتلة هي جدا مرتفعة، وقالوا أنهم نصف نواب الشمال وبالتالي يحق لهم بتمثيل واسع ووازن، أي أنهم طالبوا أقله بوزيرين أو ثلاثة على أن يكون يعني ليش لا أن تكون بيدهم يعني وزارة الداخلية. إذن يعني هذا هي معظم الأجواء المحيطة بالاستشارات النيابية غير الملزمة. ليس كل النواب أو ليس جميع نواب الكتل النيابية كانوا قد حضروا، نواب قوى التغيير حضر فقط منهم 8 أعضاء، كان أيضا تكتل الجمهورية القوية غابت عنه النائب ستريدا جعجع، وطبعا رواند يعني هناك على ما يبدو هناك بعض الكتل النيابية يعني هناك يعني ما تبقى من الوقت، هناك بعض الكتل النيابية الصغيرة كالمشاريع الإسلامية طه ناجي وعدنان طرابلسي بالإضافة إلى كتلة ميشيل معوض، وأيضا عماد الحوت سوف يكون ليختم هذا النهار. وأيضا إشارة جدا مهمة إلى أنه في اليوم الثاني من الاستشارات النيابية أي غدا آخر موعد للرئيس نجيب ميقاتي هو مع المجلس الاقتصادي الاقتصادي الاجتماعي، وهذا الموعد لدى سؤالنا عن تفاصيله ولماذا هذا الموعد هو ليقف الرئيس نجيب ميقاتي على آخر التطورات أو على آخر المستجدات والتوصيات لهذا المجلس الاستشاري. وطبعا هون رواند إشارة إلى أنه كل الكتل النيابية تركز على ضرورة استكمال الملفات العالقة لا سيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأيضا يعني كيفية إقرار هذه الموازنة التي سوف تحمل كثير من البنود الجدلية. روان نحن بانتظار النائب ميشيل معوض ليكون له كلمة بعد لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ويتركز هذا النهار أو تتركز التشكيلة الحكومية على ما يبدو بحسب ما يمكن الاستشفاف أو بحسب ما يمكن يعني التحليل من قبل حديث النواب أنهم يطرحون أنهم يعني على شكل الحكومة القديمة. نستمع إلى أبرز ما سيقوله النائب ميشيل معوض. يلا تفضل. جهزتوا؟ نعم. شاركت. شاركت بهالاستشارات استكمالا للمسار الدستوري باسمي وباسم شريكي بشمال المواجهة الأستاذ أديب عبد المسيح، اللي مثل ما قال ما قدر يجي لكونه كان مرتبط بمواعيد مسبقة ما قدر يتحرر منها. منه سر للبنانيين واللبنانيات أنه نحن ما سمينا الرئيس ميقاتي، مش بس لأنه منعتبر أنه هو جزء لا يتجزأ من المنظومة، بس كمان لأنه معتبرين أنه الطريقة اللي عم تتشكل فيها الحكومات وبما فيها الحكومة الحالية هي استمرار للواقع اللي وصلنا لهون بالبلد. ما في حلول بالترقيع، ما في حلول باستكمال المسار اللي وصلنا لهون. الحلول بدها مقاربة تغيير جذرية، إن على مستوى السيادة باسترجاع الدولة لحصرية السلاح والقرار الاستراتيجي، وإن على مستوى الإصلاحات البنيوية الاقتصادية والمالية والسياسية والقضائية. انطلاقا من هيدا القناعة بلغت موقفي للرئيس ميقاتي من الأسس يلي لازم ترتكز عليها أي حكومة إنقاذ إذا فعلا بدها تعمل إنقاذ، وهن 7. أولاً نحن منعتبر أن الاستمرار بحكومات بين هلالين الوحدة الوطنية واللي هي حكومات محاصصة وطنية هو استمرار بالشلل وبالفساد وبالزبائنية. واقع الحال من سنة 2005 لهلأ بيّنت
أنه هالحكومات المحاصصة الوطنية ضربت دولة القانون، ضربت المؤسسات، وصلت يا أما لشلل الدولة وقت كانوا يختلفوا زعماء الطوائف، يا أما لمحاصصة الدولة وقت كانوا يتفقوا. ثانياً، نحن نعتبر أنه أي إشارة بالبيان الوزاري لعنوان جيش وشعب ومقاومة بكل متفرعاته هو عملياً ربط مصير الدولة اللبنانية بحزب الله وبالمحور ومزيد من عزل لبنان. يعني موقفنا من هون منه فقط موقف مبدئي، وكونه أصلاً يعني كل أنواع هالشعارات مخالفة للدستور، هو كمان موقف عملاني. ما بقى عم تقدر الدولة اللبنانية تفصل حالة عن حزب الله بقناعة أي دولة، وقت صار حزب الله موجود بالإقليم، باليمن، بالسعودية، بالعراق، بسوريا وبغيرها من البلدان، وعم بيؤدي لعزل لبنان، وهيدا عم بيؤدي مباشرة ويمكن يكون السبب الأساسي ليوصل اللبنانيين لمزيد من الفقر والذل. ثالثاً، إخراج ملف الترسيم الحدود اللبنانية من لعبة المصالح السلطوية من جهة والمحاور من جهة تانية. موضوع الحدود موضوع سيادي استراتيجي بامتياز، متعلق أولا باستقرار لبنان استراتيجي، وثانيا بمستقبله الاقتصادي وبحقوق الأجيال القادمة علينا. ما فينا نقاربه من بوابة مصالح الغير أو مصالح بعض السلطة. وقت عم بحكي عن الحدود عم بحكي عن مشكلة ترسيم الحدود مع إسرائيل جنوباً، عم بحكي عن مزارع شبعة اللي ما بتتعلق فقط بمشكلة مع إسرائيل، بتتعلق كمان بمشكلة مع سوريا، عم بحكي عن ترسيم الحدود الشرقية والشمالية، وعم بحكي عن الحدود البحرية الشمالية اللي كمان لها علاقة بالنفط. هيدا الملف بده نتعاطى فيه من بوابة سيادية استراتيجية متعلقة بالمصلحة العليا للبنان، بدنا نتعاطى فيه بشفافية، وبدنا نتعاطى فيه بمزيج من العمل القانوني الدولي والمفاوضات. رابعا، هو موضوع استقلالية القضاء، وهيدا كمان له علاقة من جهة بالاستقرار ومن جهة تانية بالاستثمار. ما في ينبنى البلد على معادلة يا عدالة يا استقرار، لأنه عمليا المعادلة الحقيقية هي يا عدالة يا هيمنة يا احتلال. ما فينا نكمل وقت البعض عم بيستعمل الاغتيال كوسيلة لقلب النظام الديمقراطي والمعادلات الداخلية، وهيدا ممنوع أنه يتحاسب. ما فينا نكمل ببلد من أكثر البلدان فسادا ولكن ما في فاسدين. بدنا قضاء مستقل، بدنا إصلاح بالقضاء تنقدر نأسس لدولة العدالة ولدولة المحاسبة. خامسا، ملف النازحين. نحن عمليا بهذا الملف ما في سياسة للدولة اللبنانية، في واقع الكل مسلم فيه، في واقع ما بقى يقدر يحمله لبنان، وفي دولة منا معنية، وفي مكونات من المنظومة بتفوت بمزايدات عنصرية خارج القانون الدولي. لا، في حل بالنص، واللي هو مع احترام القانون الدولي وخارج مبدأ العنصرية، نثبت حقوق لبنان أولا بأنه ما يتحمل لوحده أو يتحمل أكثر من ما لازم هذا العبء، هذا مبدأ دولي، وثانيا بتأكيد قانونية شو يعني النازح. ما في يكون النازح نازح بالويك أند بسوريا وببقية الجمعة بلبنان. سادسا، أكيد نحن متمسكين بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهيدي البوابة الوحيدة لإعادة تعافي لبنان، ولكن ما منقبل أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ما في طريق واحدة للاتفاق لصندوق النقد الدولي. وطبعا خطة التعافي اللي قدمتها حكومة تصريف الأعمال الحالية بالنسبة لنا خطة مرفوضة، لأنه هي كل شيء إلا خطة تعافي. هي خطة بينقصها التزام واضح بالإصلاحات بالقطاع العام، هي خطة بينقصها رؤية لكيفية إعادة النمو الاقتصادي اللي هي الأساس، هي خطة بتقتصر على الإصلاحات بين هلالين المالية اللي عم بتحملها حصرا أو شبه حصرا على المودعين، وعمليا بتأدي بالسياسة أنه تكون خطة إنقاذ للمنظومة مش خطة تعافي للبنان.
وسابعا واخيرا خطه، يعني المطلوب من اي حكومه خطه قصيره الامد لمعالجه الشؤون المعيشيه والحقوق للبنانيين. اللبنانيين بدهم دواء، بدهم مازوت، بدهم بنزين، بدهم مي، بدهم كهرباء. لازم نعمل شبكه امان على المدى القصير ضمن خطه متكامله. خارج هيدي الاسس لبنان مكمل حكما على طريق جهنم، ونحن مكملين بموقفنا وبموقعنا، بموقعنا النيابي الدستوري المعارض البناء. نحن ما بنستحي نكون بنائين محل ما لازم، ونحن مكملين بالمواجهة السياسية والشعبية تنحرر دولتنا من قبضة السلاح والفساد، ونسترجع بلدنا ونسترجع كرامتنا وحقوقنا كلبنانية. يعني انتو ما سميتوا الرئيس ميقاتي، ما بدكم تشاركوا، ما رح تعطوا الثقة، اكيد وعم تتشرطوا عليه شو بده يحط بالبيان الوزاري بموضوع المعادلة الثلاثية، يعني هيدا لا ابدا. نحن كمعارضة لا، هول السبع نقاط هول السبع نقاط قادر يحققهم بأربعة أشهر. نحن حطينا هيدا السبع نقاط لأي حكومة إنقاذ، ما إنه مهم إنه هالحكومة أصلاً ما عمرها أربعة أشهر تنكون أداء. امتلاءً من أوائل أيلول صار المجلس بحالة انعقاد لانتخاب رئاسة الجمهورية، ولكن عملياً منا القصة فقط هيدا الحكومة، هالحكومة هي حكومة انتقالية لمرحلة ما بعد الرئاسة. نحن أول شيء يعني بالأصول الديمقراطية بدك تسمحي لي، نحن معارضة ديمقراطية جايين عم نشارك كمعارضة وعم نعطي رأينا كمعارضة، وهيدا حقنا الدستور. ونحن أكيد مكملين نحط شروط على هذه المنظومة من دون ما نكون شركاء معها، ولا بالمحاصصات ولا بالفساد ولا بالخضوع للهيمنة. هذا رأينا. وتاني شيء، نحن قبلنا أن نشارك بالانتخابات النيابية، واكيد يعني عارفين اللي قبلنا، ولكن تنكون دقيقين، هيدا ما بيشيل انه بهذه الانتخابات، هالانتخابات ما كانت بالمطلق ديمقراطيه، لانه لازلنا عم نخوضها، وهناك وجود يعني ميليشيا مسلحه عم تشارك نسبيا بالانتخابات، وبنفس الوقت عم تكون هيدا لا يغير شيء. اذا انا حالي مسلحه خارج الدستور اللبناني او خارج الدستور باي دوله، والناس انتخبتني، هيدا ما بتخليني اصير تحت سقف الدوله. هل الرئيس ميقاتي ممكن يغير خطه التعافي؟ لمست منه هذا الامر اليوم قال لي انه ممكن اسمع نهار الخميس بصفتي عضو بلجنه المال والموازنه تعديلات جوهريه لخطه التعافي اللي قدمتها الحكومه السابقه. ما حكينا بالتفاصيل كونه حنبحثها نهار الخميس. قلت له اذا نحن نتعاطى بايجابيه محل ما لازم نتعاطى بايجابيه، وانا هذا الكلام قلته، ناطرين تنشوف شو يعني تعديلات. اكيد الخطه مثل ما هي هلا هي خطه انقاذ المنظومه على حساب المودعين وعلى حساب اللبنانيين. يا ست، انه باي بلد بالعالم حدا ما بيشارك بحكومه عم يهرب من مسؤوليته؟ هيدا مثل ما وقت عملوا لي التنظيره وقت استقلت من مجلس النواب اعتراضا على المسار انه انا هربت من مسؤوليتي. ابدا، انا عم بتحمل مسؤوليتي باسمي وباسم الشعب اللبناني اللي انتخبني. ونحن بنعتبر انه حكومه المحاصصه اللي عم تعطي حق فيتو مذهبي لكل فريق من هيدا الفريق، معناتها اي وزير اكثر شيء في يعمله انه يقول انه انا مسرقت بوزارتي، وبيكون عم بيشارك عمليا بمزيد من الانهيار بالبلد. نحن برأينا بكثير من الوضوح نحن ما منشارك بحكومة عم تمارس يعني مصطلحات ميثاقية خارج دستور الطائف وفرضتها سبع أيار وسلاح سبع أيار. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية. بشرفكم.
إذا هذه كانت كلمة النائب ميشيل معوض. أستاذ حسن ما راح يخلوك تحكي عن القوة، يبدو في مؤامرة عليك لما تحكي عن القوة. لا بس لا بدنا نعرف نحن. لا لا أنا هيك بالمبدأ. لا في اتهام كتير كبير حاطط الدكتور سمير جعجع صورة لرئيس يعني كرسي رئاسة مجلس النواب وقال المخدرين على الكراسي. هل الرئيس نبيه بري مخدر على هذه الكراسي؟ لا هم مخدرين السلطة أو شيء. أو مخدرين هي ذاتها يعني كيف ما أخذتها؟ هلا فخخوا كراسي لرئيس حكومة وقتلوا ما بحق لهم يحكوا عن كراسي تانية. كيف فخخ كراسي لرئيس؟ الرئيس الشهيد رشيد كرامي اللي فخخ له الكرسي كرسي بالطائرة ما بيحكي ما بحق له يحكي، واللي طالع بعفو خاص على عام مش معروف كيف هو أيضا ما بحق له يحكي. وسألت قبل إنه شو المشكل، الرئيس نبيه بري من 92 لليوم في تناقض واضح بالسياسة بين من يريد وحدة وطنية كفي جملتك، بين من يريد وحدة وطنية في البلد وبين من يريد شراكة وطنية وبين من يريد مرة فدرلة ومرة تقسيم ومرة حرب فتنة ومرة طيونة ومرة غيرهم. بطبيعة الحال يكون هذا التناقض. رح نرجع نكفي ولكن رح نستمع إلى نائب غسان سكاف. كهرباء ومي وبنزين إلى آخره، هذه الحكومة بده يكون في عندها إطلاق خطة الكهرباء، بده يكون في عندها مهمة بده يكون عندها مهمة المتابعة مع ملف صندوق النقد الدولي وملف ترسيم الحدود، بالإضافة إلى فتح المجال للمصالحة مع الدول العربية والخليجية. هذه مهمة الحكومة وأنا بعتقد أنه لازم نباشر فورا بتأليف الحكومة، ما لازم تأخذ أكثر من أسبوع، وإن شاء الله أنه من نوصل لحكومة إدارة الفراغ. نعم الرئيس نجيب ميقاتي متفائل بقدرته على تشكيل الحكومة أو في عقبات؟ أطلعكم على شيء عقبات؟ لا بيقول أنه في تسهيل لتأليف الحكومة من كل الفرقاء وهذا شيء بيبشر بالخير إن شاء الله. شكرا. إذا هذه كانت كلمة النائب غسان سكاف. تفضل أستاذ حسن استكمل الفكرة. الفكرة نحن أحوج ما نكون بهذه الظروف تحديدا لخطاب عاقل وخطاب يعني شو جاب اليوم العالمي للمخدرات إلى هذه التويت اللي عملها وهذا التوصيف الغير مناسب. نعم الرئيس نبيه بري منذ وجوده على هذه الكرسي وهو يحاول بشتى الطرق أنه يعمل يكمل مسيرة اللي بدأ الإمام موسى الصدر لخلق عيش مشترك حقيقي في لبنان، لمنع الفتنة في لبنان، لمنع الفدرلة في لبنان، لمنع التقسيم في لبنان، لمنع المشاريع الخارجية أن تسقط إسقاطا على لبنان. فبالنسبة للمبدأ الأساسي بالسياسة أنا ما بفهم بعد أول انتخابات نيابية أنه حدا يطلع وهو شعاره بده فيه بده يغير وبده يعمل إصلاح وبده يعمل سلطة حقيقية ودولة قانون وما إلى ذلك، وأول استحقاق دستوري أو ثاني استحقاق دستوري هن استحقاقين ما بيشارك فيهم، أنه ليش عمل انتخابات من الأساس؟ ليش هذا الشحن اللي كان قبل الانتخابات اللي راح يوصل لمشكل داخلي كان بالطائفة الواحدة بينه وبين تيار الوطن الحر، وآخر شيء بيقعدوا على جانب بيتفرجوا. بس هو حقه الدستوري أنه ما يسمي، حقه الدستوري بيسمي، بس مش حقه الدستوري كمان ولا حقه الوطني يطلع يزد اتهامات على الآخرين، ومش حقه يخدع جمهوره ويخدع الناس ويطلع يقول أنه أنا جاي بمشروع إصلاحي حقيقي وأنا جاي أعمل نقلة نوعية في البلد وطلع البلد من الانهيار. برجع بقول نفس اللي طالبت فيه تيار الوطن الحر اللي طالب فيه القوات اللبنانية وكل الذين لم يسموا. الحزب الاشتراكي ما سمى الرئيس ميقاتي ولكن سمى شخصية أخرى. نعم. ما إلي عليه. التيار الوطني أو القوات اللبنانية لم تسمي أحد، كيف أنت جايب مشروعك الانتخابي بدك وفيك اللي صار للسخرية بعد شوي نتيجة هذا الأداء اللي عمله بعد الانتخابات؟ طيب أنت شو بدك؟ بدك تعمل عن جد إصلاح حقيقي في البلد وتتولى السلطة؟ ولا بدك تضلك قاعد تنقر على الآخرين وتزيد تهم على الآخرين؟ طيب هل توافق النائب سامي الجميل أنه هذه المعركة هي معركة رئاسية وبدأتها الكتل النيابية وتحديدا المسيحية؟ هذا واضح، يعني هي الحكومة التي لن تشكل
وهذه الاستشارات اللي عم نشوفها هي لزوم ما لا يلزم إذا بدك. فولكلور. هذه واجب دستوري، مو مش بالدستور ولكن عرف يتبعه الرؤساء المكلفون. الحكومة بهذه الفترة بالأيام العادية بأيام الاستحقاقات الطبيعية بالبلد اللي بيكون فيه هدوء سياسي كانت الحكومات بدها أشهر تتشكل. كيف نحن بنهايات العهد وكيف نحن على مشارف، يعني كل المؤشرات بتقول رايحين على فراغ برئاسة الجمهورية. هذه الحكومة إذا شكلت، يعني إذا بده ينشغل فعليا على تشكيل هذه الحكومة، القوى السياسية كلهم هل اللي عم بيقولوا بدهم يشاركوا، إذا حسوا عن جد في حكومة حقيقية بدها تتشكل راح تشوفين راح يركضوا على المشاركة، لأنه بدهم يضمنوا حصة في هذه الحكومة التي ستتولى إدارة الفراغ الرئاسي. لذلك أهون الشرور على الجميع، برجع بقول على الرئيس ميقاتي بالدرجة الأولى وحتى على التيار الوطني الحر، لأنه وهذه بالمنطق لمصلحتهم ما تتشكل حكومة هلأ، لأنه بهذه الحكومة اللي هن موجودين فيها هن الممثلين الوحيدين إذا بدك إضافة للمردة المسيحية. يعني اليوم إذا بتشكل حكومة جديدة القوات اللبنانية بدها تشاركهم بالنص، لأنه في شبه توازن إذا بدك بعدد النواب. وأيضا القوى الأخرى بدها تشارك قوات التغيير وغيره. فتيار الوطن الحر له مصلحة إنه هذه الحكومة تبقى قائمة وتدير الفراغ الرئاسي، لأن مثل ما قلت لك أي حكومة جديدة ما بده يكون له نفس الحضور الوازن فيها مثل الحكومة الحالية اللي موجودة اليوم، حكومة تصريف الأعمال. فبطبيعة الحال نعم هذه الحكومة التي التي لن تشكل المرجح أنه تبقى حكومة تصريف الأعمال هي القائمة. إذا صار في حكي جدي بتشكيلها نعم كل القوى السياسية ستتصرف على أساس أنه هذه حكومة كأنه رئاسة الجمهورية. طيب بس أي حكومة رئيس مجلس النواب بده إياها؟ اليوم سمعنا النائب علي حسن خليل ما حكي بشكل الحكومة وقال أنه نحن ما حكينا مع دولة الرئيس بالشكل، إنما طلبنا منه حفظ التوازنات. فأي حكومة يريد الرئيس نبيه بري؟ بالآخر الرئيس نبيه بري مثل ما بيعبر، يعني نرجع كمان بيبين كأنه موقع دفاع، ولكن الثنائي الوطني الثنائي الشيعي الوطني عملوا انتخابات وبعد الانتخابات شاركوا بكل الاستحقاقات وكانوا واقعيين وموضوعيين. وبالنسبة للتوازنات من ضمن اللي حكينا قبل شوي عن تسمية الرئيس ميقاتي، لأنه هذا الرئيس هو الذي يمثل اليوم طائفته، هذا نوع من التوازن المطلوب في البلد. لما بالآخر شكل الحكومة وعدد الحكومة والإطار العمل للحكومة رئيس الحكومة هو الذي يختاره والذي يعرضه على رئيس الجمهورية ثم يعرض على مجلس النواب. أي حكومة تؤمن هذه التوازنات الوطنية والسياسية واللي بتحفظ هذا يعني الحد الأدنى من الاستقرار بمشروع واضح حتما رئيس نبيه بري يوافق عليها ولا يمانع أبدا. يعني ما في شروط خاصة للرئيس نبيه بري على هذه يعني الشروط. بس في كلام يعني يعرف أنه الرئيس عون بده الحكومة السياسية، وقال بتصريحه الأخير لجريدة الأخبار الرئيس مئاتي يتكلم عن تعديل وزاري يطرأ على حكومة تصريف الأعمال، حكومة تكنوقراط مطلب القوات اللبنانية، رفض حكومة وحدة وطنية. يعني بخضم كل هذه يعني حتما الرئيس الأضداد بشكل قال الوزير علي حسن خليل بده أن الحكومة يكون مشارك فيها الجميع. أيضا النائب حسن فضل الله قال أنه لا يمانع وحتى النائب محمد رعد قال نعم. لا يمانعون من مشاركة الأفرقاء الآخرين عن القوات وكتائب وكل حتى لا بل بالعكس يعني دعا دعاهن للمشاركة. نعم. فإذا بالمبدأ نعم الرئيس نبيه بري أو الثنائي بشكل عام يريدون يعني يطمحون إلى حكومة جامعة تجمع كل اللبنانيين من كل الأفرقاء السياسية المعارضة وموالاة، بما أنه حتى تعريف المعارضة بحاجة إلى تفصيل اليوم لأنه مش عارفين مين معارض ومين مش معارض. بانتخابات رئاسة المجلس كان في تشكيل معين لمجلس النواب، بنائب الرئيس تشكيل آخر، بأمين السر تشكيلات أخرى، وأيضا برئاسة الحكومة نفس الشيء. فإذا بالمبدأ حكومة وحدة وطنية، موضوع حكومة سياسية أو حكومة تكنوقراط يعني بتضحكوا على العالم. طيب إذا قالوا حكومة تكنوقراط مين بيسميهم؟ مش الأحزاب السياسية؟ مطلوب من الأحزاب وبالآخر كل الانتخابات في العالم تفرز القوى السياسية، تجدد القوى السياسية أو تفرز قوى سياسية جديدة. هذه القوى السياسية اللي عندها رغبة بالمشاركة في السلطة ويجب تقدم نماذج بالحكومة بالوزارات
يكونوا كفؤين ويكونوا اختصاص ويكونوا أهل خبرة ويكون عندهم قدرة، ومش دائما يكونوا أهل اختصاص. أحيانا بيكون الوزير السياسي عنده قدرة بتشكيل فريق حوله يقدر يدير الوزارة بأفضل طريقة من أي أحد آخر، يعني مش ضروري يكون هو صاحب اختصاص يقدر يقود أو يدير الوزارة اللي هو متوليها. فإذا إن كانت حكومة تكنوقراط أو كانت حكومة سياسية أو كانت أي يعني تسمية، بالآخر راجعة إلى القوى السياسية هي التي ستسمي هؤلاء الوزارات. هل صحيح أن الرئيس نبيه بري رفض تبديل الحقائب؟ يعني طرح أن الرئيس نجيب مئات يسعى إلى تعديل وزاري يضم حتى الحقائب وليس فقط أسماء. الرئيس بري حكى يعني صرح. أول شيء لا يطلق، إذا افترضنا مثل ما مش متبنى هالحكي بس هذا طلع بالإعلام، أنه في 6 وزراء، يعني الفكرة اللي عم يقدمها الرئيس نجيب مئاتي أو بجابول شو حكي، أنه هي الحكومة مثل ما هي، في بعض الوزارات أو الوزراء ما كانوا يعني إدارتهم ما كانت جيدة، بنعمل استبدال لهم. ها ما اسمه تعديل وزاري، هذا التعديل بيكون اسمه تعديل وزاري لما تكون حكومة قائمة، حكومة يعني كاملة الأوصاف بيعملوا تعديل. ولكن لو تم تعديل وزير واحد، يعني هيدي فتنة بتشكيل جديدة، بدنا نروح هيدي حكومة جديدة بتروح على مجلس النواب ناخذ. صحيح. الرئيس بري قال أنا بفهم التعديل الوزاري إنه نفس الأحزاب إذا عندها النية بتبديل وزير بوزير آخر، اسم باسم آخر، بنعمل هيك. ولكن يعني هذا رفض لفكرة إنه هذا تعديل الحقائب. نعم. طيب يعني رفض، يعني رفض تبديل الحقائب على مبدأ إنه نحن نحتاج في حكومة في مرحلة جديدة. اليوم في انتخابات، الانتخابات النيابية عندما يعني أعلنت النتائج أصبح حكما هذه الحكومة مستقيلة وتصريف أعمال، بحاجة هذا المجلس الجديد بحاجة إلى حكومة جديدة يعطيها الثقة. يعني ليش ما نلف وندور؟ برجع بقول لو تغيرنا بواحد في حكومة جديدة. تفسير هذا الكلام من قبل الطرف الآخر يقول بأنه تمسك الرئيس نبيه بري بوزارة المال بالإضافة إلى أنه وزارة المال هي من ترفع اسم حاكم مصرف لبنان جديد، أيضا يعني هيئة التمييز والتعيينات بهيئة التمييز هي ملف أساسي بموضوع القاضي بيطار وتحقيقات المرفأ، وبالتالي أكثر أمانا أنه تبقى وزارة المال مع الرئيس نبيه بري. هيك هن فهموها. يعني رفض استغناء عن حقيبة المالية. يعني هاش جديد موضوع الخلاف على وزارة المال اللي بيعملوه، يعني برجع بقول لك هلا بيقدر أي واحد يفتح هلا معركة سياسية على وزارة المال من هلا ليخلص العهد. بده يرجع مثل ما صار لما كلف السفير مصطفى أديب، نتذكر؟ وكانت المبادرة فرنسية وبحضور ماكرون مرتين على لبنان. وسمعنا قديش صار في حكي وقديش صار في معارك وهميه واعلاميه والى اخره، وبالاخر كان في تمسك واضح مش بس من الرئيس نبيه بري عشان الكل يعرفه، من الثنائي الوطني بوزاره الماليه للثنائي الطائفه الشيعي. فهالموضوع منه جديد، وقبل شوي حكينا عن هالموضوع، هالموضوع اثير بالطائف وهذا من ضمن المباحثات الاساسيه. فاللي بده يعمل معركه غير واقعيه، يعني عم بتقول حضرتك انه هذه المعركه سبقت قصه جدل مرفأ بيروت وتحقيقات مرفأ بيروت، ولكن عم تستفيدوا من هذه الورقه. كيف؟ لأنه قضائيا بينت واضح أنه شيعيا ضعف بالقضاء وحصرته بموضوع، فعليا حصرته بموضوع مرفأ بيروت اللي خليكم تنزلوا على الطيونة وتعملوا أزمة الطيونة، وبالتالي تمسككم بوزارة يعني المال هو تمسك أساسي لحتى ما تمشوا. برجع بذكرك من وقت من لما وضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ، وزارة المالية معروف وين باستثناءات كما قبل شوي ذكرناها ومفيش حاجة لنرجع نعيدها. ربطها اليوم بموضوع التحقيقات وموضوع المرفأ وموضوع رياض سلامي هو من باب خلق معارك، برجع بقول لك وهمية لا تغني ولا تسمي من جوع ولا بتوصل على مطرح. لو إنها مبتدعة يعني فكرة جديدة هلأ بلشناها بقدر إنه ناقش أنا وياك بهالموضوع إنه إلى صوابية، يعني طرح هذه الفكرة. ولكن أنا عم ذكرك من وقت يعني الرئيس الفرنسي مش إجا بمشروع حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، السفير مصطفى أديب، قديش وعلى النقاش وقتها وبقي أسرار الثنائي الشيعي الوطني على وزارة المالية، وانرفعت
وكان بالاتجاه يعني لو يكمل رح ضل وزارة المالية مع يعني سلم وقت الرئيس الحريري نذكر عمل بيان وقال انه استثنائيا ولمرة واحدة. نعم طيب بس لنرجع كمان مرقت كلمة كتير أساسية انه انت مسلم انه ما في رئيس جمهورية، ولكن السؤال ليه ما بده يكون في رئيس جمهورية، وتحديدا انه ما في حجة لحتى ما يكون في نصاب بمجلس النواب، دخل عامل أساسي هو نواب التغييريين، إذا كثنائي شيعي أنتم ما بدكم تعطلوا مثل ما بال2016 وما قبل 2016 حزب الله عطل لوصول الرئيس ميشيل عون، وبالتالي ليه ما بده يكون في نصاب؟ أنا قلت بالمسار الأمور اليوم واضح رايحين على فراغ برئاسة الجمهورية. اليوم حضرتك بتعرفي والكل المتابعين بيعرفوا موضوع رئاسة الجمهورية منه موضوع داخلي فقط، ويمكن العامل الداخلي هو الأقل تأثيرا بصناعة أو بس ما شفنا هيك بال 2016. ليش شفنا؟ يعني كل دول العالم ما أثرت على قرار حزب الله بدعم بالآخر رئيس ميشيل عون ووصلوا. كل دول العالم إصرار حزب الله على الرئيس ميشيل عون خلى دول العالم تغير رأيها وتسمح بهذه التسوية. طيب أوكي. يعني لو ما إذا هلأ حزب الله لو ما يصير إشارة لو ما يصير ضوء أخضر سعودي للرئيس سعد الحريري وضوء أخضر ما بعرف مين لسمير جعجع ما كنا وصلنا إلى هذه التسوية لأوصلت الرئيس ميشيل عون. اللي عم بقوله اليوم يمكن لأنه عم نعلق على الاستشارات وعلى الموضوع، بس إذا منشوف حركة اللي عم تصير بالمنطقة بشكل عام، حجم الزيارات اللي صار بين الدول اللي هي فيها عداء، يعني آخر زيارة كان من أمير قطر لمصر مثلا، ومن تركيا إلى السعودية، ومن الأمير محمد بن سلمان عمل أيضا إلى مصر وإلى السعودية وإلى تركيا. الأردن وتركيا بأربع خمسة أيام صار زيارات بدهم يمكن أربع خمس سنين ما بيصيروا. في اليوم لملمة لمحاولة تصفير الخلافات بين الدول العربية والإسلامية المعنية بالملفات بإيران تحديدا والقضية الفلسطينية، كله تمهيد لمجيء جو بايدن إلى الكيان الصهيوني ثم إلى المملكة العربية السعودية، واللي أعلنوا الملك عبد الله عن حلف ناتو عربي، واللي أيضا بكرة كما أعلن نحن على الطريق واصلين لعندك أنه بدأت تستأنف المفاوضات على الملف النووي بقطر بالدوحة بطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الزيارة اللي عملها جوزيف بوريل لطهران. اللي عم بقوله أنا اللي عم حاول أقوله هذه الحركة المتسارعة في المنطقة وهذا الضغط الكبير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ما بدنا ننسى زيارة إسماعيل هنية إلى لبنان ما بتنفصل كثير عن هذا المشهد بشكل عام، وهو زيارة مضادة خليني أسميها بهذه الطريقة. بدنا ننطر زيارة جو بايدن وثمارة، وبدنا ننطر المباحثات اللي بدها تصير بالدوحة، وشفنا أيضا زيارة القاضمي للسعودية ثم لإيران. النتائج المترتبة خلال من هلأ لأواسط الشهر القادم هي التي تقول هل نحن ذاهبون إلى انفجار كبير في المنطقة أو إلى تسوية كبيرة في المنطقة، وبالتالي كله سينعكس إلى لبنان. طب بس أي تسوية ممكن ما تطمن حزب الله؟ هل حدا بيقدر يجبر حزب الله بأنه يمشي بأي رئيس تسوى في حال إذا هو ما كان مطمن لإله؟ يعني هل ستخرج رئاسة الجمهورية من كنف 8 أصغر؟ اللي شفنا اللي صار بمجلس النواب برجع منذكر فيهم رئيس ونائب رئيس وأمين سر واللجان إضافة للتكليف، لا الطرف الأقوى داخل البرلمان اللبناني واللي عنده القدرة والمرونة بأنه يحرك الأكثرية حسب الموقف وحسب الملف هو الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وحلفائهم. بالتالي لا يمكن فرض رئيس فرض رئيس على حزب الله في المرحلة القادمة. وهذا مسلم به فرنسيا. بس العكس صحيح. ولا حزب الله يستطيع برجع بقول ظروف 2016 غير متوافرة اليوم لحزب الله كمان. طيب خلينا ما في أكثرية موصوفة للحزب. ولا في اتفاق نووي كان على أعقابه. رح نكفي أكيد هيدا الحديث، ولكن رح ننتقل إلى نائب عدنان طرابلسي للاستماع إلى كلماته بعد إلى كلمته من بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف. تباحثنا ككتلة المشاريع مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي في موضوع تشكيل الحكومة التي نريدها بالدرجة الأولى حكومة إنجازات سريعة وحكومة إنقاذ حقيقية، حكومة تقوم بسرعة وبدون أي تلكؤ
في إخراج البلاد والعباد من الأزمات الخانقة، ومنها أزمة انقطاع الكهرباء والمياه والطحين وتدني القيمة الشرائية للليرة اللبنانية وعدم تمكن المذيعين من الحصول على ودائعهم وجنى عمرهم. نحن نقدر أن عمر الحكومة قصير، ولكن بإمكانها أن تعمل وتجتهد إذا توفرت النوايا الصادقة وابتعدنا عن العراقيل وإضاعة الفرص. والحكومة المنتظرة أمامها مهمة كبيرة جدا، وهي المضي قدما في ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني، ليتمكن لبنان من التنقيب بسرعة عن النفط والغاز باعتباره أهم فرصة إنقاذية تفتح أمامنا أبواب الخروج من المحنة الاقتصادية والمالية والمعيشية. وطلبنا من دولة الرئيس الإسراع قدر الإمكان في تشكيل الحكومة لوقف الانهيار، وبما يعكس صورة التمثيل النيابي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة. باختصار، الشعب يختنق وهو ينتظر الخلاص ولم يعد يحتمل إضاعة الفرص. وشكرا للجميع. إذن هذه كانت كلمة كتلة جمعية المشاريع الإسلامية. رح نستكمل نحن وياك أستاذ حسن الحديث عن رئاسة الجمهورية والانتخابات. البعض يقول بأنه ليه حزب الله اليوم ما بده يكون مرتاح، وخصوصا بأنه عندهم حليف مقبول من جميع الأطراف السياسية الداخلية والدول الخارجية أيضا. في عندهم ورقة كتير قوية اللي اسمها سليمان فرنجية. مين قال مش مرتاح حزب الله؟ طيب ليه ما بيمشي فيه؟ ما مين قال ما بيمشي فيه؟ يعني عنده ما هذا تجربة. السؤال أستاذ حسن، يعني عنده مرشح مقبول من أغلب الأطراف لما نقول الجميع، وقادر أنه يعمل جلسة ويكون فيها أغلبية الثلثين للحضور ويربح سليمان الفرنجي يعني برأيك اللي برأيك إذا كان في مش بديش أقول إجماع، إذا كان في إمكانية لوصول الوزير الفرنجي حزب الله ما بيكون مبسوط وما بيكون مرتاح وما بيسهل الموضوع؟ هذا الكلام خارج السياق وخارج المنطق. بالعكس، إنه أقرب الحلفاء اليوم لحزب الله وللثنائي بشكل عام هو يمكن إذا في مشكل جبران باسيل مع أحد طرفي الثنائي. بالعكس، سليمان فرنجي صديق للرئيس سامي بربي وصديق للسيد حسن نصر الله، يعني هو بيجمع إذا بدك طرفي الثنائي، إضافة إلى ما تفضلت وقلت عنده إمكانية التواصل مع كل الأفرقاء بالداخل وبالخارج. نعم. فهذا يريح جدا حزب الله. وإذا نتذكر وقت الرئيس ميشيل عون قبل ما حزب الله يتبنى الرئيس عون، كان دائما هذا نفس الكلام، إنه لماذا لا يتبنى حزب الله الرئيس عون إذا كان فعلا هو يريده. وقت السيد حسن نصر الله طلع لما تبنى وقال إنه كنا نقول للرئيس عون إذا نحن تبنيناك الكل راح يصيروا ضدك. بتصور تجربة 2016 واللي سبقها شوي وما لحقها تجربة الرئيس ميشيل عون علمت كثير حزب الله التعاطي مع ملف رئاسة الجمهورية وعدم إعطاء بالأساس وعود لأحد، لأنه ما حدا بيعرف نحن بهالخارطة السياسية العالمية والإقليمية اللي عم تتغير اليوم كيف تتغير الظروف كيف تنقلب الأمور. هذا واحد. اثنين، اليوم لو حزب الله أي موضوع مش في ملف ترسيم الحدود البحرية اللي ما مرقنا عليه ما بعرف إذا في وقت نمر عليه، اللي هو يفترض أنه أمل لبنان بالخروج من أزمته، أي موقف بياخده حزب الله رح تلاقي هذه الأطراف التانيين رح يوقفوا عكسه، حتى لو كان موقف من أجل لبنان ولمصلحة لبنان واللبنانيين. واليوم إذا حزب الله، إذا الرئيس الوزير الفرنجي عنده مقبولية من بعض اللبنانيين، إذا حزب الله تبنى علنا بيقلوا عليه. طيب، وبالتالي برأيك يعني ما في أكيد وبالتالي ما في تعطيل، ما في تعطيل مثل ما شهدناه قبل 2016، ولكن ما في اتفاق على رئيس بديل أو رئيس تسووي. هل من مصلحة حزب الله برئيس تسووي؟ هيدا كمان شو يعني شو عنوان رئيس تسووي؟ خلينا نشوف يعني الكلمة شو طيب. تفصيلها لنعطي مثل قائد الجيش جوزيف ليس تسوويا. ليس تسوي. موقف حزب الله منه، على الأقل نحن عم نسأل عن موقف حزب الله. موقف حزب الله يعتبر أنه قائد الجيش أقرب إلى الأمريكيين
ويعتبر انه يعني ليس لا يرتاح جدا الى وجود قائد الجيش. بس رئيس، لما عم نحكي عن رئيس تسووي، رئيس يعني عم بتفصله الدول وتتلاقى فيه مع الاطراف الداخليه، فينا نقول الوزير في هون الوزير الفلانجية تسووي، فينا نقول هيك؟ لا لا، لأنه يعتبر استراتيجيا صحيح. نفس الشيء حزب الله يعتبر القائد جوزيف عون استراتيجيا واضح. طيب في هناك وجهة نظر بتقول انه في كمان، هلا عملك شو بقوله طيب، بس في كمان وجهة نظر بتقول انه في رابط ما بين قائد الجيش وحزب الله، اللي هو رئيس الجمهورية ميشيل عون اللي بيحبه لقائد الجيش ايضا جوزيف عون. لا، مين بيحب مين؟ الرئيس ميشيل عون والوزير باسيل. بس ما بطل في هذه السجالات العميقة بين قائد الجيش وبين وزير جبران باسيل. ومن فترة كان في يعني عشاء بقصر بعبدة على شرف هذه الصلحة. هذه الصلحة بالشكل شيء، والموقف الجذري الأساسي شيء. اليوم كل واحد مرشح لرئاسة الجمهورية جدي وفعلي هو خصم للوزير جبران باسيل، وهذه بالسياسة مشروع، مش عم نهاجمها. موضوع قائد الجيش والعلاقة بينه وبين الرئيس عون وبين الوزير باسيل، لا، ليست على ما يرام أبدا، ومش ممكن يكون أنه الرابط الذي يمكن أن يبرد الأجواء بين الرئيس عون بين القائد جوزيف عون وحزب الله هو الرئيس عون أو جبران باسيل. بالعكس، إذا بدك اليوم يعني أحب عليه أو أقرب له أنه يقبل بسليمان فرنجي من أنه يقبل بقائد الجيش. بس قادر يسوق سليمان فرنجي مع التيار الوطني الحر؟ هون كمان معضلة أساسية، حزب الله يعني العشر قادر... اللي صار، الإفطار اللي صار لجمع الوزيرين باسيل وفرنجي، شو صار برعاية السيد حسن نصر الله؟ شو لا، بالعكس كانت لحد هلا كانت الأجواء إيجابية. طيب بس شو صار من بعده؟ إشارة. يعني بالمقابلة الأخيرة شالوا من السباق الرئاسي اللي كان عم يحطوا كسيناريو بالمشهد السياسي. مين الوزير جبران باسيل؟ وقال إنه كمان عنده نائب واحد. بوقت تاني انه حصر هذا السباق ما بين هو كأكبر كتلة وما بين ايضا دكتور سمير جعجع كأكبر كتلة مسيحية، وبالتالي استبعده. تمنيات الوزير باسيل شيء والواقع شيء تاني. مين بقرر رئاسة الجمهورية اليوم؟ حتما الوزير جبران باسيل له كلمة وله رأي وسيوقف عند رأيه بالآخر لما تجتمع، برجع بقلك، الظروف الإقليمية والدولية وتذهب باتجاه معين، الوزير باسيل سيرضخ وسيمشي بالاسم الذي يريح حزب الله. اليوم الفرنسي بس مثلاً، شو الشروط؟ يعني شو بده ياخذ من يعني شيء مقابل انه يمشي بالوزير سليمان فرنجي؟ من هو؟ الوزير جبران باسيل. عندك تكتل نيابي مسيحي كتير كبير، اذا في حال تكتل لبنان القوي ما اعطى الوزير سليمان فرنجي القوات ولا ممكن تعطي في مقابل سليمان فرنجي. ليش ولا يمكن في مقابل هذا التكتل تكتل اخر ايضا كبير هو، اذا على الاقل بوزير. باللعبه السياسيه اليوم الوزير سليمان فرنجي اللي عمل صلح مع سمير جعجع، ورغم الدم اللي بيناتهم انه سمير جعجع متهم بقتل بيو لسمير فرنجي، مش هيك؟ مين قال انه مستحيل انه يصير في اتفاق بين جعجع وبين او ان يقبل جعجع بفرنجي نكي بباسيل مثلا؟ برجع بدي اقول الفكره، من هذا الشروط يعني برايك انت؟ يعني نحن شفنا قبول القوات اللبنانيه بالرئيس ميشيل عون هو اتفاق معراب، والمحاصصه اللي كانت ضمن اتفاق معراب. طيب هل اليوم كان الوزير فرنجي واضح بمقابلته الاخيره ايضا انه انا مني من هالنوع وانا ما بفوت بمحاصصه وبشروط ما قبل رئاسه الجمهوريه؟ اذا اجت اليوم بوجود توازن على الأقل بعدد النواب بين تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية، أي رئيس جمهورية يكفيه الاتفاق مع أحد هذين الطرفين ليأمن ميثاقية مسيحية، صح؟ نعم، هي الفكرة اللي عم بقولها. اليوم كما أسقطت القوات اللبنانية بعدم تسمية نواف السلام، نعم، إمكانية ابتزاز باسيل لميقاتي، أيضا تستطيع أن تسقط ابتزاز جبران باسيل لأي رئيس جمهورية آخر. هي الفكرة اللي عم حاول أقولها. اليوم في كتلتين مسيحيتين كبيرتين، ما حدا بينكر أنه عندهم القدرة على تمثيل الشارع المسيحي. أي كتلة من هاتين الكتلتين بتعمل اتفاق أو بتزكي أو بتسمي أو بتوافق على أي رئيس مقترح، هذا يكفي ليكون هذا الرئيس ممثل لهذه للشريحة المسيحية. اليوم لم يعد الفكرة التيار الوطن الحر هو اللي يطلع يقول أنا الوحيد الذي أمثل الأكثرية المسيحية وأنا المعبر الضروري والإلزامي والوحيد لوصول رئيس الجمهورية.
وبالتالي معركة رئاسة الجمهورية، الطرف الفاعل الأساسي بالداخل اللبناني هو حزب الله بالدرجة الأولى، وأيضا أحد الطرف يعني بالأقرب أنه يكون التيار الوطني الحر بحكم أنه هو حليف لحزب الله. وعندما تركب التسوية بالمنطقة والدولية كلنا بنرجع بنقول بنعرف يسقط الاسم إسقاطا ويأتي الرئيس بحسب الظروف التي تتطلبها المرحلة القادمة. برجع بقول نحن رايحين على انفجار في المنطقة، رايحين على حرب، ولا رايحين على تسوية؟ الفرصتين متساويتين، يمكن فرصة التصعيد أكبر. اليوم جاي عم ينحكى عن حلف عربي بمواجهة إيران، اليوم عم ينحكى عن تطبيع المملكة العربية السعودية مع الكيان الإسرائيلي، وبدأ الحكي الول ستريت جورنال حكيت عن بآذار الماضي بشرم الشيخ اجتماع ضم 7 دول، 6 عربية والعدو الإسرائيلي ومن بيناتهم المملكة العربية السعودية، اجتماع أمني عسكري ولم ينفى. طيب تعرف شو معناته؟ هتصفية للقضية الفلسطينية. عندما تذهب السعودية، عفوا شوي، الفكرة أساسية، المملكة العربية السعودية طرحت المبادرة العربية بقمة بيروت ب2002، مش هيك؟ تقوم على مبدأ استعادة الأرض العربية مقابل السلام مع إسرائيل أو مع العدو الإسرائيلي، وتأمين هذه شبكة الأمان للعدو الإسرائيلي في هذه المنطقة والانسجام في هذه المنطقة. اليوم لما يبدأ جو بايدن رحلته إلى فلسطين المحتلة ثم إلى جدة أو الرياض، الصحافة الأمريكية عم تحكي عن مسار يبدأ في تلك اللحظة لتطبيع بين المملكة العربية السعودية. بس بالمقابل السعوديين يعني والمحللين السعوديين دايما عم يطلعوا وينفوا أنه هذا التحالف العربي اللي عم يحكي عنه الملك سلمان هو الملك عبدالله، هو بس تحالف عربي ما خص إسرائيل فيه وغير شريك إسرائيل فيه. بس الوقائع مش هيك، بلش بقمة النقب السداسية اللي صارت بالفترة، وعم رجع بقول لك وول ستريت جورنال حكيت عن، ما حدا طلع نفى انه كان في اجتماع سباعي يعني 6 دول عربية والعدو الإسرائيلي. وأيضا اليوم عم ينحكى علنا بمنظومة دفاع جوي تضم الدول الخليجية ومصر والأردن إضافة إلى العراق والعدو الإسرائيلي، ومعلن يعني الملك عبدالله حكى عن مواجهة إيران. نعم، ما مين يعطيني واحد في الإمارات العربية المتحدة نفت أن تكون هي حلف في وجه دولة محددة، ولكن ما نفت نفس الحلف، ولا نفت أن يكون في عمل على حلف عربي إسرائيلي مشترك. طيب هذا كله متوقف على قمة جدة اللي بدها تصير بأيلول المقبل، إضافة للملف النووي. نعم، متوقف أيضا على موضوع ما سيحصل في الدوحة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. وهون في يعني برجع عم بنقول ما تقوله الصحافة. نعم، الغربية. وفي خلال أيام يعني جوزيف بوريل حكى عن خلال أيام، يعني كأنه عم بيقول قبل مجيء بايدن بده تكون الأمور واضحة بالنسبة للاتفاق النووي، أو على الأقل إمكانية أن يوقع الاتفاق أو لا يوقع. أنا عم فوت معك بالملف الإقليمي الدولي لحتى أوصل لخلاصة أنه نحن ممكن نظمت برئيس جمهورية إذا عندنا قيادات تريد أن نظمت. أول شيء بالحكومة، لما عم تشوفي نرجع للي بلشنا فيه، في ظل هذه الدول اللي فيها عداوات دم عم تعمل تقارب بيناتها وعم تسفر خلافاتها لا تعرف كيف بدها تستفيد من الجو المؤاتي في المنطقة وفي العالم نتيجة الحرب بأوكرانيا وكل هذه التفاصيل. نحن بعدنا عندنا قوة سياسية فاعلة مش راضيانة. كيف أنا يعني فهموني، كيف حدا بيطلع عنده موقف مسبق ما بده يشارك بالحكومة؟ طب أنت سمعت رئيس الحكومة شو بده؟ أنت اطلعت على خطة عمله وما عجبتك؟ اطلعت على شكل الحكومة وما عجبتك؟ طب انت جاي ربحان بانتخابات كتلة وازنة ومن الاول عم تقول ما بدي اشارك بالحكم بالسلطة وما بدي مد ايدي لا وما بدي حكومة وحدة وطنية وما بدي اكون شريك بالسلطة وبدي اتهم الاخرين دائما بالخراب وبالتعطيل وبكل هذه المسألة. بهذه بظل هذه القوة الموجودة بلبنان نقدر نظبط برئاسة جمهورية؟ خلينا نظبط بحكومة. بيقولوا 4 أشهر مش فترة كافية. العالم اليوم روح شوفي بألمانيا استاذ رواند، وزير الصناعة الألماني عم بيقول إذا بقيت الأمور موضوع الغاز الروسي خلال أيام على حاله قد نقفل المصانع ونسرح العمال. عم يحسبوا بالساعات. نحن بنقول 4 أشهر مش فترة كافية لنعمل حكومة ونعمل خطة إنقاذ ببلد منهار وتحت الانهيار صار.
هذه القوة السياسية عندها القدرة وعندها الإمكانية والنية. بس ما هو تعمل حكومة على هذا الأساس بعض الكتل قاطعت تسمية الرئيس نجيب محفوظ؟ على أساس؟ على أساس أنه سمعنا لقاء ديمقراطي قال أنه وعدنا بإنجازات وما عمل شيء. يعني بالسياسة ما في شيء اسمه استنساخ لمراحل. في مرحلة مرقت إلى ظروفها، كل يوم عم يتغير الظروف. برجع بقول اللي عم نشوفه بالمنطقة من 15 يوم، مش كان الأمريكي ضاب أغراضه فلل وطلع من أفغانستان وترك المنطقة ورايح؟ مش كان السعودي علنا مش كان بده يعزل المملكة العربية السعودية جو بايدن واعتبرها دولة منبوذة واتهمها بقتل الخاشقجي وأنه دولة خارجة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان؟ وين هالشعارات كلها؟ قصدي أقول السياسة تتغير يوم بيوم، لحظة بلحظة، موقف بموقف. اليوم بدي حاسب المرحلة السابقة الرئيس مئات ما قدر عمل إنجاز. طيب الوزير جنبلاط معروف بقدرته على قراءة واستشعار المواقف والتغيرات اللي بتصير بالمنطقة وبالعالم، مش شايف أنه في تغير استراتيجي عم بيصير حوالينا؟ مش لازم مثل ما تفضلت وقلت نقتنص اللحظة؟ مش لازم نستغل الفرصة ونعمل حكومة تقدر تستفيد من على الأقل بترسيم الحدود؟ لو في موقف لبناني حقيقي وموحد خلف الدولة وخلف المقاومة وخلف يعني بترسيم الحدود ما كنا حصلنا حقوق. رح نفوت بموضوع ترسيم الحدود لأنه شرفنا على نهاية الحلقة، بس طيب عم نحكي إذا وقفنا وراء المقاومة، الكل واقف وراء المقاومة، ولكن المقاومة هي من طلعت وقالت أنه نحن واقفين وراء قرار الدولة، وبالتالي هون كان في علامة استفهام كتير كبيرة حول موقف المقاومة بهذا. بسنة 2000 ب 25 أيار 2000 وقت الانسحاب الإسرائيلي طلع السيد حسن نصر الله بخطاب النصر وقال نحن خلف الدولة بترسيم الحدود البرية، مزبوط؟ نعم. طلعت الدولة قال إذا الدولة بتقول نحن خلصنا حدودنا نحن ما عندنا شيء. طلعت الدولة الحكومة اللبنانية وقالت إنه مزارع شبع لبنانية، واليوم نفس الموقف، منه موقف جديد. يعني هودي اللي عم يضحكوا على عقول اللبنانية، منه موقف جديد دائما، لأنه بالنسبة للمقاومة موضوع ترسيم الحدود مع العدو هو غير شرعي وغير قائم، وأصلا التفاوض معه غير قائم، لأنه نعتبر أنه والحقيقة والتاريخ والجغرافيا يقول بأنه هي الأرض وهذه المياه فلسطينية مغتصبة. ولكن ترسيم الحدود هدفه أنه نعرف نحن حدنا كلبنانيين وين ونبلش استخراج ثروتنا وطاقتنا النفطية والغازية. ما حدا عم بناقش هون بموضوع المفاوضات. لا لا لا، بدي أفرجيك من واقف خلف المقاومة بموضوع الخط 29. يعني بقولوا بدنا 29 المقاومة تبنت الخط 29 والكلام اللي صادر عن يعني المفاوضات اللي أجراها الجيش، مين بيسترجي يطلع يقول الخط 29 مش خطنا ساعتها؟ واحدة حضرتك قلتي انه كل اللبنانيين خلف المقاومه، نفسهم اللي كانوا عم يطالبوا بال 29 لما كنا نسالهم شو الاليه لنحصل على 29 بيقولوا الامم المتحده وكذا. نعم. لما نقول لهم اذا اسرائيل اعترضت لازم المقاومه تتدخل بيقول لك لا، موضوع الحرب موضوع لازم يكون والسلاح بيد الجيش اللبناني. هن نفسهم هؤلاء بعضهم اكيد واكثرهم اللي عم بيطالبوا بال 29 او اللي عم بيزايدوا على المقاومه بهالملف، اذا اليوم كان جاء الرد الإسرائيلي سلبي جدا، يعني سلبي لدرجة أنه بيعمل حرب، أنه إذا أجا قال الإسرائيلي كل هذا الطرح مرفوض ونحن بعدنا عم نفاوض بين 1 و23 يعني أو بين 1 وهوف. نعم. ماشي. وبقيت السفينة بال 29 وبدأت باستخراج النفط. أنا بقول لك هلا حزب الله المقاومة رح تعمل عمل تمنع إسرائيل من هذا، شو بده يكون موقفهم هون؟ هن نفسهم رح يطلعوا نسمعهم يطلعوا يقولوا أنه حزب الله يحتكر قرار الحرب والسلم ويجب أن تعود قرار الحرب والسلم إلى الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية. طيب هاي الدولة المقاومة وحزب الله عم بيقول لهم تفضلوا يا دولة لبنانية قرار الحرب والسلم بإيدكم. إذا بكرة إجا الرد الإسرائيلي وطلع عليه رئيس الجمهورية وقال رئيس الجمهورية أنه هذا الرد يعني رد العدو الإسرائيلي لا يشكل استفزاز لبنان ولا يشكل اعتداء على لبنان، حزب الله مش حرد بده يعتبر انه هذا الدولة قررت هيك. اذا طلع رئيس الجمهورية قال او الحكومة قالت مجتمعة انه هناك اعتداء على حقوق لبنان، حزب الله سيرد. طيب بكون هون الفكرة، هل عم بيطالبوا بصرعونا من سنين لهلا انه يجب ان حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة؟ هلا قرار الحرب والسلم بيد مين؟ مش بيد الدولة؟ اذا الدولة قالت للمقاومة او قالت انه نحن حقوقنا مغتصبة وعم يعتدى على حقوقنا، يعني تعتبر المقاومة أنه هذا ضوء أخضر لتقوم بواجبها
من أجل منع إسرائيل من الاعتداء على حقوقنا. طب هل برأيك رئيس الجمهورية ورط حزب الله ببداية مسار المفاوضات بتبنيه ولو كان بمطرح غير علني للخط 29 ما قبل؟ لا بشكل علني. رح نستمع إلى النائب بس عماد الحوت ما بعد لقائه مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، يمكن هذا الموعد الأخير اليوم ل كنا في الاستشارات النيابية الملزمة سمينا الرئيس ميقاتي رئيس مكلف نتيجة الظروف ونتيجة قصر الحكومة عمر الحكومة المفترض بسبب الانتخابات الرئاسية. استكمالا لنفس المسار اليوم في استشارات التأليف منينا على رئيس الحكومة المكلف أنه يعمل على تكليف حكومة أو تشكيل حكومة مهمة، بمعنى آخر تكون مش حكومة محاصصة سياسية وإنما حكومة كفاءات وخبرات حتى تستطيع تشتغل على خطة التعافي وعلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بأعلى كفاءة ممكنة. وبموقعي كنائب عن بيروت تمنيت على دولة الرئيس أن بيروت تاخد حظها في هذا التشكيل، فيها كفاءات كثيرة وممكن يستفاد منها كما أنه تاخد حظها من الاهتمام. شكرا. إذن هذا كان تصريح النائب عماد الحوت. بسؤالنا الأخير أستاذ حسن، كنا عم نحكي هل أحرج الرئيس عون حزب الله بتبني غير علنية بأول مفاوضة؟ فريق الرئيس عون أحرج الرئيس عون وأحرج رئاسة الجمهورية في تبني علني ليس غير علني. نتذكر ب 2022 لما حكى عن 29 وهو الخط الحقيقي للبنان والحق الفعلي والتقني والذي يعيد الحقوق اللبنانية، وكان بهدف وقتها محاولة تصويب على الرئيس بري الذي لم يتبنى خط والذي عمل اتفاق إطار ما له علاقة بخطوط، له علاقة بإطار التفاوض على الحدود والخطوط البحرية. الورطة برجع بقول للي تبنى وتراجع، للي رفع السقف انه خطنا 29 و 23 بالأول كان 23 خط غير تقني ولم يرسم بطريقة تقنية ومهنية، 29 هو هيك، وشفنا ب 12 شباط 2022 انقلب الحكي رأسا على عقب، صار 29 لم يثبت، ليس هناك حجج تبرهنه، والخط الرسمي للبنان هو 23. الذي تبنى وتراجع هو الذي أحرج. موقف المقاومة واضح من الأساس، تبني موقف الدولة، الموقف النهائي للدولة. بكرة بس ينعمل اتفاق سيعرض على مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس النواب، والذي سيوقع يعني رئيس الجمهورية بالآخر بده يبرر للبنانيين، بده يقول لهم عمليا وعلميا لماذا تبنى هذا الخط أو هذا الحد للتفاوض أو هو الخط النهائي. وساعتها القوى السياسية باللبنانيين كانت بالحكومة أو بمجلس النواب تبدي برأيه. الكاتب السياسي الأستاذ حسن الدر، أنا بدي أتشكر حضورك اليوم الطويل معنا، يعني تحملنا نحن وياك طول النهار. شكرا لك، وشكر أيضا موصول لكم المشاهدين على متابعة هذه التغطية المباشرة من مجلس النواب، وإلى اللقاء.